مساء الخير واهلا بحضراتكم حلقه جديده من الماتش. النهارده كلام كتير جدا بعد المؤتمر الصحفي اللي عقده كارلوس كروش المدير الفني للمنتخب المصري قبل سفر المنتخب الجمعه ان شاء الله الى الكاميرون للمشاركه في نهائيات كاس الامم الافريقيه. الناس محتاره، الناس مستغربه، الناس مستعجبه. هو كروش لما اتفقوا معاه متفقين معاه بالقطعه ولا متفقين معاه ان هو جاي يمرن منتخب كبير اسمه منتخب مصر، اسمه بطل القارة، اسمه سيد القارة الإفريقية، أكبر عدد من البطولات الإفريقية في النهائيات محققها المنتخب المصري. فالنهاردة تصريحات كروش بالتفصيل هنناقشها، هل الرجل أصاب فيما قال ولا أخطأ، ومن المخطئ، من تعاقد مع كارلوس كروش ولا الرجل نفسه؟ هنعرض الأمر بالتفصيل الممل، عشان كده انتظروا النهاردة شوية كلام مهمين جدا عن منتخبنا القومي. أيضا نادي الزمالك بعد لقاء المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مع كارترون، وكارترون لسه برضو بيجدد العملية ويبعت النهاردة إيميل للنادي الزمالك ويقول له مرتبي وإلا شكرا سلام عليكم. إيه اللي بيحصل في نادي الزمالك؟ هنتكلم أيضا بالتفصيل. مصطفى فتحي هو الآخر بيرفض التجديد وربما نجده في التعاون السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية أو بداية من الموسم القادم. أيضا محمود كهربا أصبح على رادار الأندية التركية والطلبات الأهلي إيه؟ الأهلي هل هيبعت كهربا إعارة ولا هيكون بيع نهائي؟ التفاصيل كلها هتكون معنا النهاردة. كمان معنا فقرة هتكون جديدة اسمها حكايات الكان مع وليد عمران. حكايات الكان كل يوم هنعرض ثلاث حكايات منذ انطلاق كأس الأمم الإفريقية وحتى الآن، حكايات شيقة جدا هتسمعوا فيها حاجات غريبة وأمور عجيبة هتستمتعوا بيها إن شاء الله من خلال وليد عمران. عشان كده هيكون كمان النهاردة معانا كابتن علاء نبيل، هنحلل كل ما يدور في الساحة الرياضية ومنتخبنا القومي. عشان كده انتظرونا في حلقة النهاردة من الماتش بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم مجددا. سؤال حلقتنا النهارده، ما هو المركز الذي يمكن ان يناسب تريزيجيه في كاس الامم الافريقيه؟ ليه سؤالنا النهارده بهذا الخصوص؟ طبعا لان كروش النهارده في تصريحاته الصحفيه في مؤتمره قال ان تريزيجيه لاعب كبير، لكن وظيفته هتكون ايه؟ مركزه هيكون ايه؟ ده من خلالي انا، وهو بيلعب في منتخب وليس في نادي. أنا زي ما قلت لكم أفكار متباينة وآراء متباينة جدا بعد تصريحات المدير الفني المصري، لكن كل ما نتمناه هو التوفيق لمنتخب مصر سيد القارة الإفريقية في أن يصل إلى أبعد مدى في هذه البطولة وأن يأتي بالبطولة رغم الصعوبة الكبيرة جدا، لكن زي ما عودونا نجوم مصر كبار جدا. وحناقش بالتفصيل برضو موضوع اللي احنا هنقابل منتخبات كل لاعبتها في القارة الإفريقية في القارة الأوروبية، وهقول لحضراتكم ان احنا حصلنا على ثلاث بطولات متتالية بلاعبين محليين كانوا بيواجهوا أساطير إفريقيا في ذلك الوقت في القارة العجوز زي دروجبا وزي سامويل إيتو. المنتخب ان شاء الله مرانو الرئيسي هيكون بكرة في معسكره المغلق، تدريبه الأول هيكون في استاد القاهرة في تمام 11 بمشيئة الله. هيكون هيسمح لوسائل الإعلام في البداية بمتابعة ربع الساعة الأولى، وهيسبق المران بربع ساعة أيضا لقاءات صحفية مع نجوم المنتخب إن شاء الله، اللي وصل منهم مرموش حاليا وموجود مع منتخبنا، وإن شاء الله بإذن الله هيكون اللاعبين حياته يعني تباعا. بكرة إن شاء الله هيجي صلاح والنني وينضموا لمعسكرنا، وبعد كده هيكون تريزيجيه ان شاء الله، وبعد كده هيكون السفر بمشيئه الله يوم الجمعه القادمه بعد التدريب
اسمعوها مرة تانية بعد التدريب اللي هيكون مشترك. أول مرة أسمع المصطلح ده، تدريب مشترك بين منتخب مصر ومنتخب الكونغو اللي بيدربه طبعا هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر الأسبق، واللي وصل بينا لكأس العالم 2018 في روسيا، واللي وصل بينا لنهائيات كأس الأمم الإفريقية، لنهائي كأس الأمم الإفريقية وخسرناه، لكن الراجل كان أدى مهمته كما ينبغي أن تكون. ده جزء طبعا من تدريبات منتخبنا، شايفين كابتن ضيا وكابتن عصام الحضري، ويكون في تجانس وتناغم ما بين الجميع من أجل التمثيل الأفضل للبطل القارة الإفريقية المنتخب المصري بمشيئة الله. طيب تعالوا مع بعض نشوف بقى، ناخد كده بالفيديو وبالصوت وبالصورة تصريحات السيد كارلوس كروش المدير الفني لما سألوه النهاردة عن استبعاد طارق حامد وأفشة من قوام المنتخب الرئيسي اللي هيشارك في النهائيات. الراجل قال ايه؟ نشوف ونرجع نعلق عليه. اتفضل. We don't answer why these players are not in the list. احنا هنجاوب بس ليس ليه اللاعب مش موجود في القائمة. I answer why Solaya, if I want I can say all the games, why Shenawe, Gadre, Sobre, Akram, Fatih, Omar Marmoush, Salah, Trezeguet, why they are in the team? They are in the team because I believe. والمدرب بيقول دلوقتي ان هو الاسامي اللي ذكرها المدرب ليه موجوده في الفريق؟ موجوده في الفريق لان المدرب بيثق. With these 25 players واثق من بال 25 لاعب الموجودين I'll be able سوف يكون قادر to build one team consistent ان يبني فريق قوي متماسك be able to play good football يلعب كره قدم جيده to be able to win يكون قادر على الفوز with a good fighting spirit بروح قتاليه قويه with a good mentality بعقلية قوية with a good attitude attack defend وكذلك بتصرف جيد أثناء الهجوم والدفاع because this competition it is tough and very hard competition لأن المنافسة تعتبر قوية جدا والمسابقة مسابقة صعبة جدا and we need players ready ونحتاج إلى لاعبين جاهزين to give in four or five days the right answers أن تعطي خلال الأربع أو الخمس أيام الإجابة الصحيحة to perform well from the attacking point of view and defensive point of view. وأن تكون إجاباتها صحيحة من الجانب الهجومي ومن الجانب الدفاعي. My job it's not exclusion. My job it is inclusion. المدرب وظيفته ليس هي استثناء لاعبين ولكن هي تضمن لاعبين. Before this call up there is no credit cards in the national team with me. Nobody have a credit card in the national team with me. من قبل هذا القائمة اللي أعلنها المدرب ولا اي لاعب كان ليه رصيد once for all for you understand there is no credit cards nobody was there and put it out the list was empty nobody was there يعني الليسته ليس كان بها اسامي والمدرب حطها بره لا المدرب بيقول كانت قدامي لسته فاضيه and I select 25 to be in the team ومنها اخترت 25 لاعب ان هم يكونوا موجودين في الفريق and my answer to your question واجابتي لسؤالك we coaches we talk on the pitch احنا كمدربين نتحدث في الملعب players talk on the pitch اللاعب ايضا يتحدث في الملعب and with the help of god i trust that these 25 players they'll be ready to give us the good answers during african cup of nations وان شاء الله بمساعده ربنا ان احنا ان شاء الله المدرب واثق ان ال 25 لاعب هتكون اجابتهم ان شاء الله الاجابه الجيده والصحيحه 40 players in standby if something happen we call them وفي طبعا بعض اللاعبين في مرحله That's my answer to المدرب بيقول لو نحتاجهم هنطلبهم وهي دي تعتبر اجابتي لسؤالك The rest الباقي It's only opinions تعتبر فقط اراء And all opinions are good opinions in football and everybody is free to have his opinions وطبعا في كرة القدم كل الاراء تعتبر اراء جيدة ومن كل لكل واحد حقه في انه يكون ليه رايه And just to finish your question and I hope this will be clear والمدرب بيقول عشان انهي السؤال ويكون الموقف واضح My responsibility is team selection مسؤوليتي هي اختيار الفريق and I trust and I have confident that these players
that I have with me, they'll be able to bring a very strong team for Egypt. والمدرب بيقول أنا واثق إن اللاعبين اللي أنا تم اختيارهم هم دول اللاعبين اللي هيعطوني فريق قوي جدا يمثل اسم مصر. هرجع وأقول مع الحق، هنا هقول له معاك حق، تستبعد اللي حضرتك شايف استبعاده والضم اللي حضرتك شايف زي ما قلت ان ده اللي هيخدم خطتك داخل الملعب. 25 لاعب لك كامل الحرية في الاختيار، لان انت اللي هتبقى المسؤول الاول والاخير. كلنا نرى ضرورة او كان من المفترض ضرورة ضم طارق حامد عشان الالتحامات القوية اللي بتميز بها اللعيبة الافارقة، وطارق من اللعيبة الرجالة، الرجالة قوي اللي بيقدر يعمل التحامات، بيقدر يكون خط وسط مدافع على أعلى مستوى، مجهود عالي جوه الملعب. لكن كروش يرى أن طارق حامد ملوش دور معاه في المنتخب، هو حر في هذا الاختيار. أيضا أفشة كنا ضرورة وجود صانع لعب زي أفشة مع وجود عبد الله السعيد كان هيبقى له دور مهم جدا جدا جدا، لكن برضو الراجل شايف أن أفشة مكانه غير موجود في هذه المرة بجانب اللاعبين التانيين. عشان كده بقول هو له كامل الحرية في الاختيارات لأنه هو المسؤول الأول والأخير في هذا الشأن، هو اللي هيتحاسب في البداية وهو اللي هيتحاسب في النهاية. طيب تعالوا بقى نشوف التصريح التالي. وزي ما قلت لكم هما لما جم يتفقوا مع السيد كارلوس كروش اتفقوا معاه بالعقد ولا بالقطعة ولا بالأمد البعيد؟ تعالوا نشوف ونرجع نكمل. تفضل. Question doesn't exist in football. There is no one single coach that signed contracts with a specific target about competitions. غير موجودة في كرة القدم إن في مدرب بيعمل اتفاق أو تعاقد وبيتم فيه وضع يعتبر هدف مثلا يكون هو مثلا بطولة أو حاجة زي كده. We cannot make agreements based on the wish of God. That's so simple. لأن إحنا ما نقدرش نعمل اتفاقات على حاجة برضو بيبقى فيها رغبة الإله رغبة ربنا. It's an important question to make it clear that the main achievement of my contract and my responsibility main when I dealt with this agreement with the Egypt Federation was the World Cup qualification. I don't want any doubts about that. المدرب يقول يمكن الاتفاق الاساسي او يمكن كان الهدف الاساسي اللي احنا اتفقنا عليه واتكلمنا عليه مع الاتحاد المصري هو كان التاهل الى كاس العالم. No doubts about that. My contract. ما عنديش اي شك في هذا الحديث. My contract, my main responsibility, the target of Egypt national team is qualify for the World Cup. فهو كان يعتبر الهدف من مدرب توليه منتخب مصر هو الوصول الى كاس العالم. And your question, I thank you very much because and I would like that everybody pay attention to this. وبالنسبة لسؤالك المدرب يتمنى ان كله يركز في النقطة دي وبيشكرك عليه. Criss cross with the first part of your question. بيقول لك يعتبر المدرب كارلوس كروش في اول جزء من سؤالك. You gentlemen a little bit confused about the program. انك انت قلت طبعا كان في يعتبر بعض الاضطرابات بالنسبة للبرنامج. And you're right. وعندك حق. But not only you guys confused, even us, the coaches and the federations, we confused about the program. وبيقول لك مش انت بس اللي كنت يعني مضطرب، احنا حتى يمكن الاتحاد وكذلك نحن ما كانش لسه الامور واضحه. Look, on 22nd, when we left Doha, Qatar, 21, 22nd. في يوم 21 او 22 وقت ما هم سافروا من الدوحه. Nobody was sure that African Cup of Nations will be played. Nobody was sure. ما كانش في أي حد متأكد إن هو هتتلعب المنافسة ولا لأ. So you're right about that because I was also confused. I make at least three programs for African Cup of Nations. ما كنتش برضو محدد كل شيء، كنت واضع ثلاث برامج. Three programs. حسب القرار. The final announcement on African Cup of Nations was made around 23 or 24 of December, 23, I ويمكن guess. ويمكن الإعلان النهائي عن بطولة أفريقيا كان تقريباً يوم 23 أو 24. In our program, at the beginning, the league should be played until 30. وفي البرنامج بتاع اللي كان موجود المدرب، إن كان المدرب يستمر اليوم 30.
early against Pyramids should be played 30 of December. إن كان يوم إن كان في مباراة الأهلي وبيراميد هتلعب يوم 30 ديسمبر. So you absolutely right to be confused because I think even in the world everybody was confused. بيقولك عندك حق إن هو بصراحة كان في عدم عدم توافق ويمكن مش هنا بس ده يمكن كان حتى على مستوى العالم. But gentlemen, with this unfortunately situation of this elf situation that all of us we are suffering, what do you expect? طب بيقول يعني يمكن من الموقف ده ويمكن من الموقف اللي احنا بنقول عليه ان احنا كلنا كنا بنتألم فيه انت تتوقع ايه ان احنا كنا بنتحمل فيه الموقف ده. The societies, the countries, football, everybody is suffering with this. ان الدول وكذلك المجتمعات بتتألم من هذه الحاجة من هذه الأشياء. What we need to do it is to adapt solutions. المهم اللي احنا بنحتاجه ان احنا نكون في لينا حلول متوافقة. What happened? We supposed to start the camp 2nd of December because the first program was the league in Egypt to play until 30 of December. That was the first program. والبرنامج كان ان احنا نبدا المعسكر من يوم 2 لان كان البرنامج البرنامج الدوري المصري كان فيه لعب حتى يوم 30. But when the league stopped 24-25 وقت ما وقفوا الدوري يوم 24 او 25 we adapt immediately solutions to bring these two training sessions with the players, with the local players. والمدرب يمكن بيقول احنا عشان كده على طول وضعنا الحل ان احنا نعمل تمرينين مع اللاعبين المحليين. هنا مربط الفرس. وارجع واقول هما ساعة ما اتفقوا مع كارلوس كوراش قدموا له منتخب مصر بأي صورة. راجل مدرب كبير محدش يقدر يختلف، صعد لكاس العالم 4 مرات مع منتخبات مختلفة محدش يقدر يختلف. لكن لما جم يتفقوا مع كارلوس كوراش لتدريب منتخب لازم يعرفوه ان ده منتخب مصر اللي فاز بكاس الامم الافريقية 7 مرات، منتخب مصر اللي فيه نجوم كبار جدا على مر العصور والجيل الحالي في افضل لاعب في العالم لو كانت هناك رؤية صحيحة للتقييم. لكن ان احنا نتفق زي ما الراجل بيقول لما عملوا معايا الكونترات او العقد بتاعي قالوا لي الهدف الاساسي هو الصعود لكاس العالم، يبقى البطولة ما كانتش في الحسبان، ما كانتش في الحسبان. بيقول احنا ما كناش نعرف كاس الامم الافريقية هيقام ولا لا، لكن انا واضع 3 برامج. طيب واكيد برنامج من الـ3 حاطط في الحسبان ان كاس الامم الافريقيه هتقام في موعدها. الاعلان زي ما حضرتك قلت يوم 23 او 24 لما اعلن الاتحاد الافريقي بعد المفاوضات اللي كانت مع الاتحاد الدولي وغيره ان كاس الامم الافريقيه ستقام في موعدها. اذا هنا مكمن الخطا ان القائمين على الاتحاد المصري في ذلك الوقت لما جم اتفقوا مع الراجل بيتفقوا معاه بالقطعه، مش ان انت جاي تدرب منتخب كبير بحجم المنتخب المصري بلاعبيه المحترفين بلاعبيه المحليين، يبقى اي بطوله بندخل فيها بندخل للمنافسه، بطوله قاريه ما بقولش كاس عالم. كاس العالم هدفنا الوصول لكاس العالم. كوبر لما كان موجود صعد بينا كاس العالم، وصل بينا نهائي كاس الامم الافريقيه، تمثيل غير مشرف في روسيا 2018 الراجل اتشال فيها رغم ان هو وصل بينا لنهائيات كاس العالم وحقق المطلوب منه. لكن لما الأداء كان مخيب لجماهير الكرة المصرية كان على طول قرار إقالة هيكتور كوبر. طيب يقول الأمر داخل الاتحاد المصري، والله حرام عليكم اللي انتوا بتعملوه فينا، حرام عليكم اللي حضراتكم بتعملوه في مصر، ان تصدروا للراجل ان بطولة دي ملهاش مشكلة. طيب ما فيهاش مشكلة على رأي جماهير الأهلي النهاردة، وانت ما انتش رايح تنافس على البطولة ورايح بتقابل منتخبات كلها لاعبيها في المنتخبات او في الانديه الاوروبيه. انا هقول لحضرتك دلوقتي بالتواريخ البطولات اللي فزنا فيها كان عندنا كام لاعب محترف وكام لاعب محلي فزنا بهذه البطولات، وكل المنتخبات الافريقيه كانت بتعج باللاعبين الموجودين في اكبر الدوريات الاوروبيه في ذلك الوقت، واللاعب المحلي تفوق على اللاعب الاوروبي بالروح وبالاصرار وبالعزيمه وبالهدف اللي هو طالع له ان انا بمثل بلد كبيره اسمها مصر. لكن ان حضرتك تقول كده دي مشكلة. الحاجة التانية تعالوا بقى شوفوا بقى قمة التهريج. الراجل بيقول انا اعترضت
على ان مباراه الاهلي وبيراميدز اللي كانت هتقام في 30 ديسمبر يتم الغائها. صلاه النبي احسن. النهارده انا قلت لكم ان رابطه الانديه اللي بتدير الدوري الممتاز نقلت الدوري نقله حقيقيه. نائب احمد دياب، الحاج عامر حسين، كابتن عماد متعب، خالد رفعت، لواء ثروت سويلم، المجموعه كلها، مش عاوز انسى حد، ناس محترمه عملوا نقله حقيقيه. ومن البدايه قال لك احنا ماشيين على اجنده معينه. رابطه الانديه النهارده كان في تصريح للنائب احمد دياب وتصريح للحاج عامر حسين. حاج عامر حسين قال ايه؟ اقول لحضراتكم الحاج عامر حسين قال ايه النهارده. الحاج عامر قال الاتحاد المصري، ركزوا يا جماعه في اللي جاي، الاتحاد المصري لم يبلغ الرابطه برغبه كارلوس كروش باستمرار الدوري حتى يوم 30 ديسمبر. هو الاتحاد المصري كان شغال للبلد ولا ضد البلد؟ حد يقول لنا، حد يقول لنا لما يقول ان الاتحاد ما بلغناش برغبه كارلوس كروش في استمرار الدوري حتى 30 ديسمبر. تحدى الرابطه، هم قالوا لهم خلاص 27 عندنا مباريات واجنده دوليه، شكرا جزيلا، الرابطه وقف الدوري اللي هو من اختصاصنا. الاتحاد ما بلغهمش ان الراجل عاوز الدوري يكمل لغايه يوم 30. قال كمان الحاج عامر حسين الاتحاد المصري خطب الاتحاد الافريقي وطلب استمرار اللاعبين الدوليين حتى يوم 30 ديسمبر. كيف اقيم مباراه بعد بدايه الاجنده الدوليه التي تبدا يوم 27 ديسمبر؟ انا مش عارف، يعني الاتحاد المصري قال له خلي اللاعبين الدوليين يستمروا والاجنده الدوليه بتقول 27 ديسمبر. يبدو ان لا احد قرار جدول الدوري، الجدول كان مدونا فيه ان مباراه بيراميدز والاهلي ستقام حتى تاجيل كاس الامم الافريقيه. يعني بصراحه الاتحاد المصري ربنا يسهل لهم، ربنا يسهل لهم، بلاش اتكلم، بلاش، خلاص هي خلاص انتخابات يوم الاربع وتتولى قيادات جديده اداره الكره في مصر، ويا رب ان شاء الله يكونوا موفقين في اتخاذ القرارات المناسبه. طيب تعالوا نشوف كارلوس كروش لما اتسال ليه واخد ثلاث اربع حراس، واتكلم كمان عن تعارض كاس الامم الافريقيه مع كاس العالم للانديه اللي هتقام 3 فبراير، لان احنا عندنا الاهلي، وفي حاله ان شاء الله ان شاء الله، ودي امنيه الجماهير المصريه كلها بما فيهم الجماهير الاهلاويه العاشقه لكره القدم، وصول منتخبنا الادوار لاقصى ادوار، معناه ان لاعبي الاهلي الدوليين مش هيشاركوا في كاس العالم للانديه. هو في تعارض، في تعارض، في تخبط، في تخبط. الاتحاد الدولي كان بيتك على القاره الافريقيه شويه. تعال نشوف قال ايه لما اتسال في هذا السؤال. As I said, look, four goalkeepers. المدرب بيقول اول حاجه اربع حراس. From the technical point of view in terms of preparation. من يمكن الراي الفني. Let me teach you one thing. والاستعداد المدرب عايز يعلمك شيء. During the training sessions sometimes we have some exercises, some drills that are fire for the goalkeepers. So it is like 20 field players shooting on goal. المدرب بيقول طبعا يمكن اثناء التمارين بيبقى في بعض التمارين الشاقه على الحارس، لان تتوقع انه ممكن يبقى اكثر من 20 لاعب بيشوطوا على الحارس. If you only have one or two or three goalkeepers, they're going to be dead next day when it will be time to play. لو هيكون معاك بس حارس واحد او ثلاث حراس مش هيكون كفايه، لان اليوم اللي بعديه هيكون مرهق جدا. At any moment, يوم المباراه. At any moment one goalkeeper can have a small problem in the finger or cannot train. وممكن في اي لحظه ان حارس المرمى يحصل عنده اي اصابه بسيطه يمكن في صباعه او في حاجه في يده، منها اللاعب ما يقدرش يتمرن. So we damage the preparation of one team because of one player. وفي الحالة دي we can't do that. بيأثر على إعداد الفريق كله، ويمكن هيكون تأثير قوي على الفريق من لاعب واحد. To be honest with you, I don't know your age, but I'm being asked in my last 40 years of my career. المدرب بيقول يمكن من آخر 40 سنة من خبرتي ومن المجال. Why they put two competitions at the same time? For 40 years I'm asking the same question. بقول لك بقالي 40 سنة بسأل نفس السؤال، ليه بيحطوا منافستين يعني مسابقتين في نفس الوقت؟ And to be honest with you, for instance, me and Shoki, we're trying to find an answer. So we try to sit at the same time in the same chair. But yesterday we spent all day to see how we sit in the same chair. It's not possible.
So you need to ask the people that put the two competitions at the same time how to solve that. Don't ask to me because I would like to answer. I make the same questions. المدرب بيقول يمكن هو بيعمل نفس السؤال اللي انت قلته ان الناس اللي هي حددت المنافسين. I'm sure Pizzo make the same question. بيقول لك يعني يمكن ان احنا بنضيع الوقت ان احنا بنجرب الكراسي ماشي في حين ان احنا It is an important. الناس اللي عملت الكراسي اصلا طب انت you put a competition World Cup in December World football stop. المدرب بيقول يعني كنت ممكن تحطها اثناء ديسمبر وكان يبقى العالم يوروب ستوب يكون اوروبا متوقفه. You put African Cup of Nations, Europe doesn't stop. In Asia doesn't stop. يعني in South America doesn't stop. بتحطوا مع افريقيا واوروبا ما بتوقفش حتى امريكا ما بتوقفش. So it's a good question but don't make that question to me because I am سؤال كويس بس بقول لك السؤال ده ما يتوجهش ليا. I'm asking the same thing لان انا بسال نفس for 40 years بقى لي 40 سنه. And I would like that you ask that question to the right people because I want to read. I want to read your newspaper and learn from you why they do that. But one thing it is sure. But في حاجة أكيد. I have a problem. المدرب يقول لك أنا عندي مشكلة. And Pizzo have a problem. وأكيد طبعا. Because I never see Pavarotti singing in two places at the same time in New York and Barcelona. المدرب بيقول أنا شفت بافاروتي بيفكر في مكانين في نفس الوقت اللي هو برشلونة ونيويورك. شكرا جزيلا كارلوس كروش. يبقى الراجل بيقول أربعة حراس مرمى قال خلال المران تحدث بعض التدريبات الشاقة للحراس أكثر من 20 لاعب بيسددوا على الحراس هناك حارس واحد أو اثنين سيكونان مرهقين جدا في اليوم التالي وقد تعرض الحارس إصابة في أي وقت لدينا حارسان خبيران وما هما ثنائي شاب هؤلاء الأربعة نستعد بهم للسنوات الأربع أو الخمس المقبلة لابد أن يكون محمد صبحي ومحمود جاد في مثل هذه البطولة ليتعلم مثل أن تكون في المطبخ خلال جو حار لتتعلم كيفية الطبخ. طيب يا سيدي انا هسال سؤال واحد سالته لكثير جدا من المدربين. احنا كنا بنشارك في بطوله اسمها بطوله كاس العرب في الدوحه قريب من فتره بسيطه جدا. كلنا تساءلنا في مباريات كانت سهله. ومحمد الشناوي حارس مرمى المنتخب الاول كان بيعاني من الاجهاد في بعض الامور والعضله الخلفيه والاصابه يعني وكنا خايفين تتفاقم ورغم كده مباراه زي السودان قلنا ندي جاد ندي صبحي لا حس ولا خبر. هو احنا يا جماعه يعني انا والله عاوز افهم منين عاوز تدي ثقه وتدي خبره وان هم قاعدين في المطبخ في جو حار بيتعلموا الطبخ والدنيا ويعني النار مولعه والدنيا على اخرها فمش عارف يعني انت بتودينا يمين وتيجي ايه مرقصنا ومدينا شمال انا مش فاهم والله ما انا فاهم. طب ما كان عندك كاس العرب زي ما جربت في كل المراكز المركز الوحيد اللي ما جربتش فيه حضرتك كان حراس المرمى. طب خلاص كل شيخ وله طريقه، كل شيخ وله طريقه ونتمنى له التوفيق، ده اللي انا حاضر اقوله ونتمنى له التوفيق. طيب قلت لحضراتكم معانا فقره جديده خفيفه وجميله جدا اسمها حكايات الكان مع المؤرخ الزميل العزيز وليد عمران اللي النهارده هيحكي لنا بعض المواقف منذ نشأة البطولة وحتى الآن كل يوم هيحكي لنا ثلاث مواقف. مساء الفل وليد ومنور الدنيا. تحياتي ليك دكتور إيهاب وتحياتي لكل مشاهدي قناة صدى البلد. يلا بقى حكايات الكان متعنا قول لنا بقى خلي الناس كده إيه تعيش الأجواء منذ نشأة البطولة وحتى الآن. معاك إيه النهارده من الحكايات؟ طيب أول حكايات الكان النهاردة دكتور إيهاب هي حكاية من بطولة عام 1962 البطولة اللي نظمت في أثيوبيا. حكاية الاثنين الطليان الأخوان فاصالو لوتشانو فاصالو وإيطالو فاصالو اللي قادوا أثيوبيا للقبها الأول عام 1962. طيب إزاي طليان ولعبوا لأثيوبيا؟ هم الحقيقة والدهم كان جندي إيطالي كان موجود أثناء الحرب العالمية الثانية وتجوز واحدة من إريتريا وبالتحديد من أسمرة. فبدأ لوتشانو وأخوه إيطالو يلعبوا لأندية أسمرة وبعد ما زعوا صيتهم في أسمرة راحوا في عام 1960 انضموا لنادي مصنع القطن. معانا صورة ليهم، معانا صورة ليهم احنا هنعرضها دلوقتي. الصورة اللي واضحة قدامنا دي. تمام. وفي عام 1960 انضموا لنادي مصنع القطن في مدينة دير داوة والفريق ده كان سيطر على الدوري الأثيوبي في المنتصف الأول من الستينات.
وبعد كده بعد الحرب العالميه الثانيه بقى انضمت اريتريا واصبحت جزء من اثيوبيا، فبقى ليهم الاحقيه ان هم يشاركوا مع منتخب اثيوبيا عشان ينضم ايتالو لوتشيانو. صوره قدامنا قدامنا هم، بس هم كبار طبعا. هم كبار عشان ينضم ايتالو لوتشيانو لمنتخب اثيوبيا تحت قياده المدير الفني الاثيوبي لدينكاتشو تسيما، واللي بعد كده لدينكاتشو تسيما هيصبح رئيس الاتحاد الافريقي من سنه 72 لحد سنه 87، ويكونوا ثلاثي رهيب مع لاعب اخر اسمه مانجستو وركو كان بيلعب مع نادي سانت جورج الاثيوبي. وعشان يقود الثلاثي منتخب اثيوبيا للفوز بالبطوله عام 1962 بعد الفوز في المباراه النهائيه على حساب منتخب مصر بنتيجه 4-2، وعلشان يرفع لوتشيانو الكاس بعد ما يستلمه من الامبراطور هايلا سيلاسي في واحده من ابرز اللقطات التراثيه في بطوله الامم، وعشان يكون لوتشيانو فصاله وفيتالو فصاله اول اخوين يفوزوا باللقب. يمكن كان جه بعدهم في 88 في المغرب الاخوين بيك، فرانسوا اومان بيك واندري كانا بيك مع منتخب الكاميرون، وجاي بعدهم الاخوان كاتونجو، فليكس كاتونجو كريستوفر كاتونجو في بطوله عام 2012 مع منتخب زامبيا، والاخوان توريه يايا توريه والحبيب كرو توريه في بطوله عام 2015. دي خلصنا الحكايه الاولى. وحسام حسن وابراهيم حسن برضو اخوين الغريب ان لما حسام حسن شارك في بطوله 86 وبطوله 98 مع منتخب مصر و2006 ابراهيم ما كانش موجود. تمام دي تمام. من الفرقات. يبقى دي الحكايه الاولى، الاخوين الايطاليان اللي فازوا مع اثيوبيا بالكاس الامم الافريقيه على حساب مصر 4-2 سنه 62. الحكايه الثانيه بقى هي حكايه الحارس الغاني روبرت ده او ليبيا شين قاره افريقيا. روبرت منساه كان دايما بيتشبه ليبيا شين حارس القرن، ليبيا شين حارس مرمى الاتحاد السوفيتي اللي كان بيلبس دايما كاسكيتا وكان بيظهر باللون الاسود الكامل، حتى الشراب كان بيلبسه اسود. قلده روبرت منساه واطلق عليه ليبيا شين. روبرت منساه كمان واحد من ابرز الحراس في تاريخ غانا، وشارك مع المنتخب الغاني في بطوله 68 في اثيوبيا وفي بطوله 70 بالسودان، وكمان قاد فريق اشانتي كوتوكو باول القاب الافريقيه بطوله افريقيا ابطال الدوري عام 1970 على حساب التيبي انجلبرت الرهيب. طبعا الحارس روبرت منساه كان الحارس الاكثر استفزازا في تاريخ كره القدم الافريقيه. ليه بقى؟ كان دايما في مناوشات مع الجمهور، ولدرجه انه كان ساعات بيسيب المباراه الكره في رجلين اشانتا ومنتخب غانا، ودي شفتها فيديو، وكان بيجيب جورنان ويقعد يقرا فيه. ساعات والمباراه شغاله يا رجل، نور المباراه شغاله. والمباراه شغاله. كان راجل عظيم جدا يا راجل. وكمان كان بيهد ظهره للملعب ويقعد يلعب ضغط. ده مرة اترمى كان عليه شمروخ من الجماهير وكان هيقتلوه، يعني هو مات مقتول عامة في عام 1970. لكن الغريب ليه قصة غريبة في بطولة عام 1970 للبطولة اللي كانت في السودان، واللي كانت المباراة النهائية جمعت ما بين المنتخب السوداني والمنتخب الغاني، والمنتخب السوداني كان فاز بنتيجة 1-0 بهدف سجله حسب الصغير في الدقيقة 12 في مرمى روبرت منساه. الغريب إن روبرت منساه قبل المباراة حوالي بساعة ما كانش راضي يلعب المباراه النهائيه. طب ليه؟ دي حاجه غريبه جدا. روبرت منساه كان مدمن حاجه اسمها القرب الهندي او المارجوانا، حاجه كده شبيهه بمخدر الحشيش، فكان متعود انه يشرب المارجوانا قبل الماتشات المهمه. هو الحارس اللي يقرا جورنان في قلب الملعب واللي يقعد يلعب ضغطه بتاع ده لازم يبقى مش عقله مش فيه. كان متعود يشرب المارجوانا قبل الماتشات المهمه، فبيوم في يوم المباراه النهائيه اتفاجئ انه خلص المارجوانا كانت معاه، فبعت احد صيبه الفندق انه يجيب له او يشتري له يعني المارجوانا. فعمل الفندق لما جه شافه المدير الفني الغانا فاخذ منه الحاجه يعني. وكمان راح بعت جون اشون المدير الفني، بعت جون اشون كابتن الفريق وقال له خلي روبرت منساه يجهز. رجع جون اشون قال له روبرت منساه مش هيلعب المباراه الا لو تناول جرعه المرجوانة. فاضطر المدير الفني ان هو يبعت المرجوانة مع جون اشون عشان يتناول الجرعه روبرت طبعا منساه. ده بعيد كل البعد عن اخلاق الرياضه وعن اخلاق الرياضيين. طبعا 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 هو اصلا ليفيا شين اللي كان متشبه دي كان ما كانش كان ايضا ما كانش بيدخل المباراه غير لما كان بيشرب فودكا، دي معروفه طبعا. فلما خد طبعا جرعه المرجوانة دخل اللعب، قال لك بدا اعصابه تستريح وبدا يطلب طرانين وخسر المباراه ان هي 1-0 المنتخب السوداني، وخسر المباراه بهدف لحسب الصغير. طب الحمد لله الحمد لله. دي تاني حكاياتنا، تالت حكاياتنا النهارده والاخيره. الحكايه غريبه جدا، حكايه سحره كوت ديفوار في بطوله عام 1992.
طبعا المنتخب الايفواري فاز باللقب مرتين، مره في 92 البطوله اللي اقيمت في السودان، ومره في 2015 في البطوله اللي اقيمت في غينيا الاستوائيه. لكن اول لقب فاز بيه منتخب كوت ديفوار كان في عام 1992 في السنغال. كان حصل قصه كده، كان الاتحاد الايفواري ووزير الشباب والرياضه الايفواري كانوا متعاقدين، اللي هو ريني دي باي، كانوا متعاقدين مع صحراء من بلد هناك اسمها اكراديو. يعني وكان الاتحاد متعاقد مع صحراء بجانب المدير الفني، بيجيب ساحر كمان معاه. صحراء وكمان مش كوت ديفوار بس، ده انا رصت حوالي 13 قصه عن الساحر في بطوله امم افريقيا، وكلها قصص اغرب من بعضها. كان الاتفاق بقى ما بين الاتحاد الايفواري والصحراء انه لو فاز منتخب كوت ديفوار بالبطوله، الصحراء هياخدوا مكافاه قدرها مليون ونص فرنك افريقي. وبعدها تصور كوت ديفوار البطوله كلها ولا هدف يدخل في مرمى الان جواميني، ولا هدف. وعشان تلقب ياخد يفوز المنتخب كوت ديفوار بالبطوله على حساب منتخب الغاني بضربات الجزاء بعد ما فازوا بنتيجه 11-10. لحد الان الموضوع ماشي لذيذ ولطيف. بعد ما فاز المنتخب الايفواري، الاتحاد الايفواري ضحك على الصحراء وما ادهمش فلوسهم عشان يعملوا لعنه لمنتخب كوت ديفوار. منتخب كوت ديفوار في 94 و96 و98 و2000 و2002 ما فيش خالص، مش متواجد يعني، دايما بيطلع من الادوار الاولى. بعد كده الاتحاد الايفواري قال لك يعني، بدا يقول ان الموضوع ده ممكن يكون بجد، عشان رئيس الاتحاد الايفواري وقتها في 2002 يطلع على مدينه اكراديو وياخد شنطه فيها المليون ونص فرنك ويروح للصحراء ويقول لهم ارجوكم اعفوا عنا. قالوا له طيب احنا التمائم والطلاسم اللعنه اللي عملناها دي هتاخد سنتين عشان تتفك. بالفعل بعد سنتين منتخب كوت ديفوار يشارك في تصفيات كاس العالم، يصعد تاج كاس العالم 3 مرات، وكمان يتوج باللقب في 2015. يعني لما ضحكوا عليهم عملوا لهم السحر، ما صعدوش بعدها سنتين اتنين واقف. لما خدوا فلوسهم فكوا الطلاسم والسحر. دي قصه ذكرها ايوان هوكي، يعني مؤرخ انجليزي معروف في جريده سان تايمز الانجليزيه. ودي هي حكايتنا الثالثة النهاردة، وإن شاء الله نكمل في الحلقات الجاية. أشكرك يا وليد، وكان بس ناقصنا الصورة بتاعت الصحراء في 92. الحمد لله اللي أنت ما بعتهاش عشان ما نخافش قبل ما ننام. أشكرك وليد عمران، شكرا جزيلا. 3 حكايات جمال النهاردة، بداية من إثيوبيا اللي خوان الطليان اللي فازوا سنة 62، ثم حارس مرمى منتخب الغاني، وبعد كده صحرة المنتخب السنغالي. هنكمل مع وليد يوميا إن شاء الله حكايات لذيذة تخص كأس الأمم الإفريقية. طيب تعالوا مع بعض نشوف بعض الأخبار اللي موجودة معانا بعيدا عن منتخبنا القومي، لكن هيكون بعد الفاصل. اتكلمنا عن كل ما يخص بطولة كأس الأمم الإفريقية ومنتخبنا خلال الفقرة الماضية. تعالوا بقى مع بعض نشوف بعض أخبارنا النهاردة. محمود كهربا جاله عرض من نادي هطاي التركي عن طريق وكيله، والنادي الاهلي حدد عارض كهربا ب 800,000 دولار. الاهلي عاوز يستفيد باقصى استفاده من كهربا خلال هذه الفتره، وقال انا بقدر رغبه اللاعب تماما. طبعا العلاقه اصبحت في طريق مسدود بين كهربا وبين موسيماني، وبالتالي انتقال كهربا لاحد الانديه التركيه هيكون الافضل خلال الفتره القادمه. لكن الاهلي، انا بقول لحضراتكم من واقع زملائنا في الاعداد، هينزل بالمبلغ المطلوب 800,000 دولار على سبيل الاعاره لنهايه الموسم عشان يعمل تجديد واضافه بنود جديده في عقد كهربا خلال الفتره الماضيه. يعني الاهلي اطلع، لكن هتجدد لي سنه كمان، هتجدد سنتين، هنحط بعض البنود في العقد الجديد، وده اللي هيحصل خلال الفتره القادمه. كمان الاهلي كان موسيماني محتاج محمود عبد المنعم طبعا، اللي ظهر بصوره اكثر من رائعه خلال الفتره الماضيه، محمد عبد المنعم اللي بيلعب طبعا على سبيل الاعاره من الاهلي الى فيوتشر، وكان موجود مع منتخبنا في كاس الامم او في كاس العرب في قطر. محمد ظهر بصوره رائعه جدا جدا في مركز المساك، فموسيماني كان محتاجه. فيوتشر قالت محدش طلب مننا، ولكن احنا كمان محتاجين اللاعب خلال الفتره القادمه. اللاعب هيكون موجود في افريقيا كمان في كاس الامم، لعيب عنده موهبه، هيكون من افضل لاعبين هيلعبوا في المركز ده لو اشتغل على نفسه خلال الفتره القادمه، ومع زياده الخبرات هيبقى له لاعب كبير جدا، وبعد كده ممكن الاهلي مع بدايه الموسم الجديد يرجعه مره تانية. طيب
تعالوا من النادي الأهلي نروح إلى نادي الزمالك. كان في لقاء ما بين مستشار مرتضى منصور وما بين كارترون، هحكي لكم كل تفاصيله دلوقتي، لكن بعد اللقاء ما زال كارترون مصمم على إن هو يتكى شوية في نادي الزمالك. البند اللي موجود في تعاقده مع اللجنة الماضية بقيادة الكابتن حسين لبيب بينص على إن مرتبه يوم واحد في الشهر يكون موجود، وإلا يبعت ميل للنادي يقول له مرتبي لو ما كانش موجود يحق لي فسخ التعاقد. ده اللي عمله مجددا. وانا قلت مرارا وتكرارا النادي بيمر بازمه، مستشار مرتضى منصور بيعمل جاهدا على حل هذه الازمات تباعا. فالمفترض ان هو يكون ايضا عنده تروي بعض الشيء عشان يكون موجود في فرقته ما يضغطش عليهم بالصوره دي. طيب. معي الان رئيس المركز الاعلامي لنادي الهلال السوداني الصديق العزيز الاستاذ هيثم الصباط. مساء الفل واهلا بيك. مساء الورد دكتور إيهاب الكومي، سعيد بالاتصال عليكم مرة أخرى في قناتنا المحببة. احنا الأسعد وأهلا وسهلا بيك وبكل الإخوة والأشقاء في السودان في أي وقت. طبعا ملعب أو استاد الهلال اللي مقرر أن يكون في لجنة خلاص هتزور السودان خلال الساعات المقبلة عشان تحديد موقف الملعب من استضافة مباريات الهلال والمريخ أيضا في دوري رابطة الأبطال الإفريقية. ما الجديد في هذا الشأن؟ الجديد العمل شغال على قدم الوساق، الناس العمال الموظفين الشركات شغال الليل ونهار حتى يتم الانتهاء من العمل، حتى عندما يأتي المندوب الكاف يعيد الاستاد على موافق على متطلبات الكاف ان شاء الله باذن الله. الزياره حتكون امتى ان شاء الله؟ الزياره حتكون يوم 7 يناير الى السودان، يوم 8 من يناير سوف تكون هيكون التفتيش. يعني يوم 8 حيكون التفتيش ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله، إن شاء الله. على حسب خطاب الكاف. طيب، حيكون التفتيش والقرار النهائي حيكون 10 ولا قبل كده؟ بعد زيارة المندوب يذهب إلى القاهرة، يأتي إلينا خطاب من الكاف يحدد لنا هل الاتحاد الأفريقي إنه هل يمكن أن يلعب أم لا. طيب، أهم الاشتراطات اللي كان طالبها الاتحاد الأفريقي في استاد الهلال متضمنة إيه؟ كانت هي توسعة غرف اللعيبة، وجود كراسي على الملاعب، الأبواب الخارجية، وجود هي اشتراطات بسيطة دي، هي كانت هذه الاشتراطات، ما كان أكثر منها يعني. تم الانتهاء من كم؟ الانتهاء الأعمال وصل لغاية كم؟ نسبته كم دلوقتي؟ 95%. 95%. أولاً أنا أتمنى 95% 95 أتمنى أن يستضيف استاد الهلال مباراة الهلال والمريخ في وجود الجماهير المحببة لنا كلنا العاشقة لكرة القدم في دولة السودان الشقيق. لكن خليني برضو أفترض الصورة الأخرى وهي عدم موافقة الاتحاد على إقامة المباريات في ملعب الهلال. أكرر السؤال مرة ثانية، ما هي أبرز الملاعب المرشحة لاستضافة مباريات الهلال إذ لم يوافق الاتحاد الإفريقي على إقامتها في الاستاد في السودان؟ بناء على عملنا ليل ونهار وعمل الموظفين والشركات والمهندسين ليل ونهار، أنا أتمنى، أنا سأؤكد لك أكد لك أن الملعب، أن الهلال سوف يلعب في ملعبه. تمام. أنا لا حظ، بص يا سيد، أنا زي ما قلت لك ده نعم. أمنية شخصية لي أن تحتضن أو يحتضن استاد الهلال مباريات فريق الهلال بجماهيره المحببة لنا جميعا. لكن خليني أقول 1% حصل شيء والاتحاد الإفريقي لم يوافق، إيه الملاعب اللي الهلال حطتها بديلة لاستضافة مبارياته؟ والله هو حتى الآن الهلال لم يضع ملاعب بديلة لتأكدوا من استاده جاهز، لكن في أثيوبيا ممكن الناس تلعب فيها، في ملاعب أثيوبية ممكن الناس تلعب في أثيوبيا، ممكن يعني ممكن اثيوبيا يكون خيار اذا كان بنسبه 1% كما قلت انت. يعني اثيوبيا الخيار الاول والاخير، ما فيش دول ثانيه. لا هو دي اذا كان اذا لم اذا لم يتم
لكن كل الافتراضات بتقول ان شاء الله سوف نلعب في الاستاد، لانه نحن يعني شبه خلصنا من متطلبات الخاف. تمام، بتمنى التوفيق، لكن برضو حاول اسال سؤال عن اللقاء ان شاء الله اللي هيجمع المنتخبين المصري والسوداني في نهائيات كاس الامم الافريقيه 17 من الشهر الجاري في الكاميرون. كيف ترى الجماهير السودانيه هذا اللقاء بعد لقاء المنتخبين الاخير في العاصمه القطريه الدوحه؟ هو لقاء بين، انا اعتبره هو لقاء بين وادي النيل، مش هو يكون لقاء تنافسي، هو اكثر هو لقاء حميمي اكثر من انه هو لقاء تنافسي. لكن الفريق الهومي السوداني حصل فيه بعض التحديث وبعض الاهتمامات، الاشياء اللي كانت ناقصه، وان شاء الله باذن الله تطلع المباراه وبصوره جيده افضل مما ظهرت في الدوحه في البطوله العربيه. هل تم احداث تغيير في الجهاز الفني لمنتخب السودان؟ تم تغيير كامل الجهاز الفني. كامل، من يتولى الان المهمه؟ هو تم تغيير الجهاز الفني، وحتى الاداره حتى اداره حتى الاداره كانت مسؤوله من 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 الفريق الرومي الاداريه ايضا تم تغييرها. عموما زي ما حضرتك قلت هو لقاء بين اشقاء، وطبعا تربطهم علاقات وروابط الأخوة يعني عبر التاريخ في نهر النيل الممتد إلى هنا إلى مصر. بشكرك شكرا جزيلا سيد هيثم الصباط المدير المركز الإعلامي لنادي الهلال السوداني. إذن إدارة نادي الهلال بترتقي أن الصورة مبشرة في أن يحتضن ملعب الهلال أو استاد الهلال مباراة الهلال والمريخ في دوري رابطة الأبطال. إذا كان هناك يعني أي تقصير والاتحاد الأفريقي رأى عدم جاهزية الملعب، فالخيار الأول هيكون استضافة أثيوبيا لمباريات الأهلي في هذه البطولة طبعا المتعلقة بالهلال والمريخ السوداني. طيب أرجع مرة تانية، مصطفى فتحي زي ما قلت لكم رافض التجديد وشايف ان هو عاوز يبدا رحله احتراف، وهتكون من خلال بوابه التعاون السعودي. وفي مصدر داخل الزمالك قال ان هو ابدى موافقته على عرض التعاون ورفض تجديد عقده خلال الجلسه اللي عقدت مع امير مرتضى منصور المشرف العام على الفريق في وجود وكيله احمد يحيى. اضاف المصدر ان الزمالك بيسعى لاقناع مصطفى بتجديد عقده والخروج للاحتراف عن طريق نادي الزمالك، وذلك لمده موسم على سبيل الاعاره حال تمسك اللاعب بالرحيل في شهر يناير، واحد من اللاعبين المميزين اللي لهم مستقبل كبير. نيجي بقى لحديث مستشار مرتضى منصور مع كارترون. طبعا كلنا فاكرين الخلاف السابق واللي على اثره رحل كارترون، وبعد ما اعيد او رجع مره ثانيه مستشار مرتضى منصور لرئاسه مجلس اداره نادي الزمالك، الاقاويل كانت كلها بتصب في ان كارترون ربما يرحل نظرا للعلاقات المتوتره ما بينه وما بين المستشار مرتضى منصور، خصوصا بعد تعيين مساعدين لكارترون في الجهاز الفني زي الكابتن طبعا مدحت عبد الهادي مدرب عام والكابتن امير عزم مجاهد مدرب مساعد. لكن مستشار مرتضى النهارده عقر جلسه خلاص جاوب على كل حاجه، قال انا شخصيا نسيت اللي فات وما حدش هيجبرني اخلي مدرب او لاعب غصب عني. دي شخصيه مستشار مرتضى منصور، صحيح لو هو مش عاجبه هيقول له مع السلامه، طالما الراجل قعد وسايبه يبقى الراجل راضي بالراجل. قال له كمان انت مستمر مع الزمالك لانك مدرب ناجح والتجانس موجود بينك وبين اللاعبين والفلوس ليست هي كل شيء. لكن يبدو ان الكلمه الاخيره الفلوس عند كارترون هي كل شيء، بدليل الميل اللي بيبعته مع بدايه كل شهر بيبدا يظهر ان هو عامل جمعيه. قالوا كمان لقد عملت في مصر اكثر من 5 اعوام ورايت ان العمل هنا يختلف عن اي دوله اخرى، نحن شعب طيب ونحب العشره، وطالبك بابعاد حازم طبعا فتوح المنتمي للاهلي وان يكون التعامل معك مباشره على وكيله يعني. وقع الاختيار على مدحت عبد الهادي وامير عزم مجاهد وضمهم للجهاز الفني لان هدفي هو وجود مساعدين لكارترون وليس بهدف تطفيشه. هو الجهاز بعد رحيل كابتن أسامة نبيه كان لازم يكون موجود حد مع الراجل في جهازه الفني، وحسنا فعل المستشار مرتضى منصور. لكن كلمة العشرة ما عادت شيء، احنا في عالم احتراف، الراجل انت قاعد معاه ومرضيه 24 قيراط ومطبطب عليه وبعت الميل قال لحضرتك النهاردة واحد في الشهر او اثنين في الشهر ولسه ما خدتش مرتبي
أنا محتاج المرتب بتاعي. طيب نشوف تصريحات كارتيرون ردا على تصريحات المستشار مرتضى منصور، نشوفه قال إيه. قال: أشكرك على جلستك مع اللاعبين لإنهاء أزمة المستحقات المالية، كانوا في حاجة لهذه الجلسة. أشكر لاعبو الزمالك، أشكر لاعبي الزمالك على ما بذلوه من جهد خلال الفترة الماضية وتحمل الظروف رغم تغيير الإدارات. معك حق في دي تماما. قال كمان أن النجاح في الزمالك أصعب من أي مكان آخر. ليه؟ عشان تغيير الإدارات زي ما احنا عارفين، لا توجد أزمة بالنسبة لي داخل الزمالك. يبدو أن الأزمة فقط في مرتب كارترون ليس أكثر ولا أقل. تمام، نكمل يا شباب. طيب ده آخر تصريحات الراجل. وكمان هو كان قال: سأقوم بصرف مكافآت الدوري الخاصة بالموسم الماضي. شكر المستشار مرتضى منصور على كده. وكان كمان قال: إن أنا سعيد بعودة أيمن حفني لختام حياته بنادي الزمالك، وعليك الاجتهاد للحصول على فرصة المشاركة، وسعيد بمشاركة أبو جبل في مباراة غزل المحلة عشان يكون موجود مع منتخب مصر في كأس الأمم. محمد عواد قيمة، محمد عواد واحد من أفضل حراس المرمى في مصر. طارق حامد قال: كارتيرون أفضل لاعب خط وسط في مصر وإفريقيا، وقيمة وثروة قومية لمصر. تقول لمين؟ تقول لمين؟ قال كمان طارق حامد: ستعود لمنتخب مصر يوما لأنك الأفضل في مركزك. لازم طارق لا ييأس يشتغل. يا ما بيحصل في كرة القدم، مديرين فنيين بيكونوا مقتنعين بلاعب على حساب لاعب تاني. دي مش نهاية المطاف. أنت وقفشة وكل عدد كبير من المستبعدين جادرين بالانضمام، وإن شاء الله يكون لكم فرصة في ما هو قادم. قال كمان: أشرف بن شرقي رد على المشككين وسجل هدف جميل في مباراة غزل المحلة، يحتاج لمهندس لما فيه من فن ومهارة كبيرة. شرق واحد من أفضل اللاعبين، لما يكون رايق والغزالة رايقة اتفرج وحدث ولا حرج. قال: أتفهم رغبة أشرف بن شرقي في وضع الشرط الجزائي، وأعده إما بإلغاء الشروط الجزائية في عقود جميع اللاعبين أو التجديد له بنفس المبدأ. كلنا عارفين أشرف بن شرقي قال: أجدد لكن بشرط جزائي بدفعه في حالة الرحيل عن نادي الزمالك. وهنا الخلاف ما بين إدارة الزمالك ممثلة في أمير مرتضى اللي بيبرم التعاقدات، وما بين أشرف بن شرقي. قال كمان: لو وقع أشرف بن شرقي لنادي آخر سأقيم له حفل تكريم. ده لغة الاحتراف. وعلى فكرة أمير توفيق النهاردة مدير التعاقدات في النادي الأهلي ضرب حتة كده خلى الناس كلها عمالة تتساءل، لما قال: انتظروا لاعب انتهى عقده مع أحد الأندية المصرية سينتقل للنادي الأهلي. الناس كلها راحت على بن شرقي، انه ده الاقرب. الاهلي لما بيضم ما بيضمش اي لاعب، بيضم اللاعب اللي محتاجه، اللاعب اللي بيضيف للنادي الاهلي. وطبعا وجود بن شرقي تمام، ولكن الاهلي رد على كده وقال ان تصريحات امير توفيق تم طبعا التلاعب فيها وما كانتش بالصوره دي، لكن الناس كلها كان مثار جدل خلال الساعات الماضيه. بن شرقي رايح الاهلي مش رايح بعد الامير، لكن مين معانا يا جماعه؟ طيب، فالراجل قال على طول مفيش حاجة من دي خالص. طيب على الهاتف طبعا الشخصية الجميلة والصديق العزيز اللي أنا شخصيا له مكانة كبيرة جدا عندي كأخ وكصديق وكقيمة علمية وأيضا خطأ بلعبته خطوات كبيرة جدا في تنظيم المسابقات المحلية وأيضا في تنظيم المسابقات الدولية، الدكتور مجدي أبو فريخة رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، صديقي العزيز. مساء الخير يا دكتور مجدي وأهلا بحضرتك. أنا دكتور إيهاب، إزاي حضرتك؟ أنا خدتك من قاعدة النادي مع الإكسلانس، أنا عارف دلوقتي، وكابتن علاء عكاشة سامحني بقى، سامحني. هم معايا في العربية وسامعينك كمان يعني. طيب مسيلي عليهم ودايما منورين، وسامحوني بقى أنا اللي بعيد عنكم. محمد جبر كمان، ما تنساش. ده إلا جبر، ده جبر، ده ملك الحلويات زي ما بنقول دايما. أيوه. طيب ارجع مع حضرتك، مليون مبروك التعاقد طبعا مع المدير الفني الجديد لمنتخب مصر لكره السله. عاوزين نشوف طبعا لماذا تم الاختيار يعني على هذا الاسم، وكيف تم التوصل الى الاتفاق معه. والله هو كان في معروف من دول كتير، وكان اخر مفاضله ما بينه وما بين احد المدربين كان لقينا ان ده مهتم اكتر وحافظ الفرقه بتاعتنا قوي، والسي بتاعه برضه يعني حاجه فعلا شريفه جدا. وما ننساش ان هو واخد كاس عالم 19 سنه شباب في مصر 2017، واضافه لتدريبه في امريكا و NBA، يعني سي في جامد جدا جدا، وعنده خبره كبيره جدا عن مصر وعن فرقتنا وعن لما اتكلمنا معاه. لا حافظ كويس قوي، فكان اختياره يعني ان شاء الله يكون اختياري صح وموفق يا رب.
هو بصراحة السيرة الذاتية للراجل مبشرة جدا، وإن شاء الله يخطو بمنتخب مصر في كرة السلة خطوات نحو الطموح زي ما أنت معودنا دايما. طيب يؤخذ أيضا أو يعني نبارك لاتحاد مصر كرة السلة الفعاليات الكتيرة جدا اللي بنظمها خلال الفترات الماضية وأيضا الفترات القادمة. عندكم مهمات كبيرة جدا، وكان في اجتماع مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للترتيب للبطولة القادمة، أهم ما دار في هذا الاجتماع. هو كان مش للبطولة بس الحقيقة دكتور أشرف، يعني بيتكلم بملف الباسكت كله الحقيقة، يعني كان اجتماع مع مجلس الإدارة بالكامل، و يعني كان بنتكلم عن رؤية الاتحاد عامة في المستقبل من ناحية المدرب الأجنبي ودعم الوزارة. يعني الأول يعني خليني أشكر دكتور أشرف صبحي على ساعة صدره امبارح والقعدة الطويلة والتفاصيل التفاصيل في كل ملف الملفات اللي اتكلمنا فيها، المدرب الاجنبي، كاس العالم، الانديه اللي يقام في مصر لاول مره في التاريخ، بمشاركه نادي الزمالك طبعا، الايه يا فندم؟ بمشاركه نادي الزمالك، بمشاركه نادي الزمالك بطل افريقيا الموسم الماضي، وبعديها عندنا تصفيات كاس العالم في السنغال في شهر 2، وبعدين عندنا تصفيات بطولة افريقيا الام بي اي اللي هي اتلعبت السنه اللي فاتت في رواندا، اتلعب في مصر الحمد لله. بالاضافه دكتور مجدي معلش، التصفيات دي هتكون بمشاركه مين من الانديه المصريه؟ الزمالك برضه كبطل الدوري بقى السنه اللي فاتت. تمام. وعندنا كان في برنامج الحقيقه مشاركينهم مع الاتحاد الدولي، مشروع هير اللي هي الفتاه اللي ده بننظمه ما بيننا وبين الوزاره مع الاتحاد الدولي، ده شغال. والفيبا استراتيجي، لان برضه الاتحاد الدولي شاف مصر يعني تقدر تعدي مراحل كتير بالنسبه للاتحاد وكاسم وك يعني تفاصيل الباسكت في مصر مهتميه بيها جدا الاتحاد الدولي، عمل حاجه اسمها فيبا استراتيجي، ادانا استراتيجيه. هو درس الحاله المصريه في الباسكت من جميع جوانبها وادانا بعض الحلول اللي هي تساعدنا على تطوير كره السله في مصر كلها. بصراحه شديده قعدنا على برزنتيشن على معالي الوزير امبارح، ويعني الحقيقه يعني راجل اثنى جدا علينا الاتحاد وعلى المجهود المبذول في الشغل ده. ويعني هو بقى اشرف اللي يقول لك يعني لا، بصراحه انا دايما اقول ان الاداره فن وعلم، وحضرتك بتجمع ما بين الاثنين، وبصماتك على كره السله في مصر خلال السنوات الماضيه منذ ان توليت رئاسه الاتحاد يعني كله شايفها، وبصراحه حاجه تفرح. طيب عاوز اتكلم ايضا في الشان الداخلي. لا مش انا بس، وانا المجلس بالكامل، المجلس بصراحه لما مجلس اداره محترم فاهم يعني بيبذل كل طاقاته، كل واحد واخد الملف بتاعه بيشتغله باحترافيه كبيره جدا، بنقعد على الترابيزه نناقش كل ملف بعد ما يخلص لحد ما بنطلع بقرار المجلس كله. الحقيقه عشان ادي زمايلي برضه حقهم، لان انا مش لوحدي، انا معايا مجموعه عمل غير عاديه، المجلس نفسه وبعض المتطوعين اللي بيشتغلوا من خارج المجلس حبا في كل ده. سر النجاح انكار الذات، وان انا دايما في النجاح اقول معايا مجموعه عمل، هو ده سر النجاح، ودايما بحيي حضرتك عليه. شان الداخلي ايضا، الدوري المصري حدث ولا حرج، يعني قوه كبيره جدا دلوقتي، وشايفين التصنيف من الاول للثامن، مباراه الاتحاد والاهلي الماضيه اللي فاز فيها الاتحاد سكندري، شفنا يعني انديه جديده بتظهر في المنافسه. يعني كان الاول نلاقي الاتحاد، الزمالك، الاهلي، سبورتنج، الجزيره، هم دولت المسيطرين. دلوقتي سموحه المصريه للاتصالات ايضا اللي بيقدم موسم اكثر من رائع، ولقينا المصريه للتامين ايضا موجود. فيعني القوى الجديده في عالم كره السله ده معناه ان احنا عندنا دوري قوي جدا كل سنه بيقدم لنا جديد ويقدم لنا انديه جديده يا دكتور مجدي. واللي جاي اكثر ان شاء الله، ودي يمكن ارجع بقى للناس اللي كانت معترض على لائحه الحمايه، لائحه الحمايه دي سبب ظهور فرقه ثانيه، لان كان الاول كان الانديه الكبيره اللي حضرتك بتقولها كانت بتفضي الانديه الصغيره من لعيبتها، تاخد لعيب مميز من هنا. لائحه الحمايه دي ثبتت حاجات، هتثبت الفتره اللي جايه اكتر، هتخلي كل الانديه تشتغل على قطاعات الناشئين وتبص للدوري الممتاز ده والدرجه الاولى، تقدر تطلع منها لعيبه
احنا مش شايفينها لكن هتبدا العين تاني تبدا تبحث عن المواهب وتبدا تعمل قطاعات نشئه. ده الجميل اللي انا بوسع القاعده كده. ده جميل، هو توسيع القاعده ده شيء مهم جدا. لان اقدر زي ما عمل اتحاد كره اليد وصعد وخدنا مراكز في كاس العالم، اتحاد كرة السلة ماشي بخطوات رائعة جدا، أنا بحييك عليها جدا يا دكتور مجدي بصراحة، لأن اللي بيحصل ده شيء جميل. أما سألت أنس أسامة وهو معايا بقول له هل لائحة الحماية دي ظلمتكم لما خدتوا الدوري؟ قال لي لا، إحنا كنا موافقين عليها من قبل البطولة، ما كناش عارفين إن إحنا هناخد البطولة. فأنا بحييك على هذه القرارات الجريئة اللي بتعيد لكرة السلة المصرية هيبتها، وإن شاء الله من تقدم لتقدم. الأستاذ الدكتور وصديقي العزيز دكتور مجدي أفريقيا رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا ومزيد من التوفيق خلال الفترات القادمة. شكرا دكتور مجدي. طيب سريعا جدا عشان كابتن علاء نبيل بقى ينضم لنا ويمتعنا بتحليله اللي بيكون أكثر من رائع. أقول لحضراتكم بس بعض الحاجات السريعة. بيراميدز رحب باستضافة تدريبات منتخب مصر، وعلى لسان مدير الرياضي للنادي كابتن هاني سعيد نجم مصر طبعا في مواسم عديدة، وإن شاء الله هيكونوا موجودين. كابتن عادل عبد المنعم بيتمسك بالإسماعيلي، ده أحمد عادل طبعا حارس المرمى، والجونة بينفي التفاوض مع لضم ولتر بواليا لاعب الأهلي المعار حاليا خارج مصر، واللاعب هيرجع ولا مش هيرجع هنشوف النهارده. طبعا كانت في مباراة من كوكب تاني كلنا شاهدناها واستمتعنا بيها، وهي بالفعل كانت مباراة من كوكب تاني. ايه الجمال ده وايه العظمة ده وايه ده؟ العشر لاعبين بيدافعوا، العشر لاعبين في وسط الملعب، العشر لاعبين موجودين في خط الهجوم. ايه ده؟ ايه ده؟ بلاي ستيشن شغال. طبعا ليفربول وتشيلسي النهارده والتعادل 2-2، وطبعا الملك فرعون المصري محمد صلاح بهدف اكثر من رائع، وساديو ماني ايضا، وهدف ايضا لفريق تشيلسي. يعني زي ما قالوا جسد بوشكش، لا ده بوشكش ممكن يطلع زي ما قال صديق مصطفى عادل يقول الجون ده مين اللي جابه. لا كانت حاجه مباراه قمه كره القدم النهارده شاهدناها في الدوري الانجليزي. بعد الفاصل النجم الكبير نجم المنتخب مصر ونادي المقاولين العرب ورئيس قطاع الناشئين حاليا في نادي زد المحلل الكبير كابتن علاء نبيل وتحليل لكل ما يدور على الساحه الرياضيه بقى. الفرق بيننا وبين التأديف، التأديف بيبقى ليه أكسات، بيأدف مداف ثابت في المركب، احنا مدافنا كلها حرة، أي مداف حر بتبقى تبع الاتحاد عندنا. احنا عندنا أربع ألعاب، كانوي، كياك، اس يو بي، ودراجون. الأربع ألعاب دول في منهم اتنين أولمبيين، كانوي وكياك، في مسافات 500 و1000، فردي، زوجي، رباعي. احنا عندنا في مصر هنا في عندنا حوالي 2500 لاعب. الرياضة وليدة يعني طبعا من أهم الألعاب المستحدثة حاليا رياضة الكياك والكانوي، ودي من الرياضات التابعة طبعا لوزارة الشباب والرياضة وللجنة الأولمبية. رياضة الكياك والكانوي اعتمادها الأساسي على القوة العضلية، وطبعا يعني في ناس كتير ما بتفرقش بينها وبين التجديف. لا، الفرق بيننا وبين التجديف ان التجديف الكرسي اللي فيه اللاعب اللي بيقعد عليه ده متحرك، الكياك والكانوي ده كرسي ثابت. الفترة السابقة الحمد لله ابتدى تعاون مع الاتحاد الدولي، تم ترشيح 4 من أعضاء مجلس الإدارة للتواجد في اللجان الدولية، الدكتور عمرو تمراز والمهندس شريف للجنة الاس يو بي، تم ترشيحي لجنة الدراجون بوت، تم ترشيح الدكتور أحمد عضو مجلس إدارة للجنة الطبية في الاتحاد الدولي، ودي ممكن تكون أول مرة. وإن شاء الله في ترشيحات اللي هو أيمن مرشح كنائب لرئيس الاتحاد الأفريقي لأول مرة، ومع ترشيحات الاتحاد العربي هنبدأ إن احنا نتواجد مع الاتحاد العربي عشان نبقى موجودين في جميع المجالات، وإن شاء الله الفترة الجاية نقدر إن احنا بدعمكم معانا نعرف الناس كلها على اللعبة، ويبقى في انتشار واسع عشان نقدر نتعاون في جميع المجالات بإذن الله. الحمد لله شاركت في بطولة أفريقيا اللي كانت أقامت في العالمين سنة 2019، الحمد لله حققت فيها أول أفريقيا، وبس إنما ما سافرتش بره مصر لسه، يعني إن شاء الله الموسم دوت إن شاء الله أحقق حاجة بره، ومنافسات هنا البطولة ديت حلوة لحد دلوقتي، الدنيا تمام يعني.
اهلا بحضراتكم مره تانية. خلوني ارحب بضيفي وضيفكم. هو مش ضيف، هو طبعا صاحب مكان بيمتعنا دايما بتحليله الراقي وايضا بصراحته المعهوده، النجم الكبير كابتن علاء نبيل. مساء الفل يا كابتن علاء. مساء الفل يا دكتور، ازي حضرتك؟ مبروك الاول، نادي زد حصل على جائزه طبعا افضل قطاع ناشئين في القاره الافريقيه، وتسلم الجائزه كابتن سيف زاهر، كابتن حازم امام، كابتن ميدو، كابتن احمد متعب، ومستر اونس السويرس. ومستر اونس السويرس طبعا ده كان في دبي جلوب السوبر، وده حاجه جميله جدا، مبروك. ايه اللي احكي لي الاول قبل ما ابدا في المنتخب؟ هو طبعا يعني الحمد لله طبعا جائزه كبيره وما جاتش من فراغ، لان برضو في بعض الاقاويل يعني الناس بدات احنا واحنا احنا بنتكلم في حاجه، في حاجات اتعملت عشان كده احنا خدنا احسن قطاع ناشئين في القاره الافريقيه. تخطيط في سيستمز، تخطيط سيستم، ماتريكس اللي هو لازم تبقى على هذا السيستم عشان الانديه الاوروبيه لما تطلب يبقى موجود على هذا السيستم، اللي هو من خلاله عمر مرموش اتنقل لستوتغارت. في تامين صحي لكل المدربين باسرهم ولجميع اللاعبين في اقوى مستشفيات مصر. جميل. المدربين باسرهم. التعاقدات مع اللاعبين والمدربين، مش المدربين دراسه كافيه لكل سي في، نظام ماشي عليه، لوائح ماشي عليه. الملاعب اللي عندنا 4G، انا يعني لسه عارف المعلومه دي النهارده، ان في ملاعب 4G عندنا. عندنا تتشاف ولا يتلعب عليها دي؟ لا. عندنا توأمة مع بروسيا دورتموند، وعندنا من خلالهم مدربين وأحمال ومدربين ومشرفين وتغذية. عندنا في كل سنة أربع مدربين معايشة في بروسيا دورتموند بلس أربع لعيبة، بالإضافة إلى استون فيلا نفس الكلام. أي عدد من الموهوبين بيطلع، مش مقيدين زي بروسيا أربع لعيبة. تمام. أربع رؤساء أندية كانوا موجودين في أستون فيلا وتشيلسي وشتوتغارت، وموجودين جم زاروا القطاع الناشئين في زد. أكبر بطولات دولية السنة اللي فاتت كانت 2007، كانت موجودة في دبي، كان موجود فيها تشيلسي، كان موجود فيها بارما، مارسيليا، جنت، بارما، جنت البلجيك، وبارما الايطالي، ومارسيليا الفرنسي. السنة دي في شهر 2/2009 هتروح تلعب دورة برضو في دبي في نفس الكلام. 2006 اتأجلت البطولة، كنا عاملين في شهر 1 بطولة دولية فيها أكبر أندية العالم جاية تلعب، و لكن اتأجلت بسبب الظروف الكورونا. عاملين دي ان ايه للعيبة كلها عشان التسن والحاجات دي كلها. التحليل ده غالي. ففي في اهتمام غير طبيعي. يبقى مش المقصود اللي انا بعد يقول لك هم فازوا ببطولات، انت قصدك ان احنا عملنا تخطيط علمي على اعلى مستوى، على اعلى مستوى بيؤهل فيما بعد. أيوة. فده ده مش موجود. انا معاك في دي. يعني اصلي اديك مثل صغير. فنان يعني عشان الناس تفهم، فنان عمل مثلا في خلال السنه دي فيلمين فخد احسن ممثل عام، ده مش معنى كده ان عمالقه التمثيل دول وحشين. صح، مظبوط. احنا بنتكلم في ان في حاجه اتعملت. في حاجه جديده، في حاجه جديده، في حاجه جديده اتعملت. وده واقع. عندنا نجوم، عندنا نجوم في مجلس اداره. طبعا مستر انسي على راس المجموعه. طبعا دي الصوره قدامنا اهي. مستر انسي اللي هو ماسك الكاس على يمينه. مستر هيثم عبد العظيم يعتبر ده الاب الروحي كابتن احمد. يعني راجل محترم. بص، وصل لكل مدرب، وصل لكل اداري، وصل لكل عامل. انتوا عاملين منظومه محترمه. كابتن احمد حسن، سيف زاهر، كابتن احمد حسن، دياب ايضا في غيابه، كابتن سيف، كابتن احمد حسن، كابتن حازم امام، مجموعه، كابتن متعب، كابتن حسام ميدو، كابتن زيدان، كل دول موجودين. مستر احمد دياب كان موجود معانا وما زال. تمام. محترم. فانا شايف ان اللي اتعمل في خلال الفترة دي لابد من ان هو كان يسمع مش في مصر بس، في افريقيا كلها. وطبعا حاجة تشرف مصر كلها. وبهني كل مجلس الادارة والقائمين، وما انساش دور الدكتور احمد عبد الله اللي هو مشرف
على كرة القدم، حاجة جميلة، شخصية جميلة مهذبة، من أفضل الشخصيات اللي كانت موجودة طبعا، حاجة جميلة يعني متواجد معايا بصفة مستمرة. زائد طبعا الدينامو مستر هيثم اللي أنا هقوله كل شوية، لأن هو فعلا عامل مجهود غير طبيعي في بناء هذا النادي اللي هو أبو الروح بتاع النادي. كمان أنتوا في الدرجة الثانية يعني في الطريق للدوري الممتاز إن شاء الله، وعلى مستوى البراعم وقفالكم واقفة جامد على مستوى القطاعات الناشئين بسم الله ما شاء الله، عندي 11 فرقة على مستوى عالي جدا جدا الحمد لله، وهيصدر مواهب لمصر قريب في القريب العاجل ان شاء الله. فاحنا بنتكلم في منظومه حقيقه انا فخور ان انا متواجد على قمه رأس تخطيط اكثر من رائع، تخطيط اكثر، وبشكر كل المدربين على المجهود اللي اتعمل، وبشكر كل اعضاء مجلس اداره اللي كانوا واقفين وقفه قويه جدا، وفعلا قدرنا ان احنا ننجح المشروع، وان شاء الله اللي جاي احسن كتير ان شاء الله. طيب ده كانت تهنئتي لحصول نادي زد على افضل قطاع ناشئين في القاره الافريقيه في دبي مؤخرا. تعال بقى لمنتخبنا القومي، تعال بقى هل كنت موجود معايا لما كارلوس كروش اعلن قائمه من 40 واحد هيختار منهم؟ هوب بعد يومين لقيناه اختار مجموعه منهم، ومن قبل ال 40 كمان، من قبل ال 40. كيف ترى القائمه النهائيه اللي هنخوض بيها نهائيات كاس الامم؟ نرجع من الاول كده، لما انا جيت قاعد في نفس المكان هنا قلت لك ونزلال نازله فيديو كده اتحدى العناصر الجديده دي هتبقى موجوده في امم افريقيا. حصل تمام. طيب القائمه اللي اتعملت واتحطت نتكلم في كذا شق منها. الشق الاولاني انت اعلنت 25 اسم، تمام، والقائمه بتقول لك من حقك انت تاخد 28 اسم. اعلنت 25 وبعدين قعدت يوم او 48 ساعه وحطت ثلاثه تانيين، والنهارده في المؤتمر قال لك انا برضو هسافر ب 25 ولو احتجت حد من الثلاثه ابعت اجيبهم. تعالى اي اساس حطيت الثلاثه دول؟ ادام انت مش مقتنع بيهم، ادام مش مقتنع بيهم قطعتها منهم خط، تمام، وعلى اي اساس قلت انا هسافر 25 ومش هاخد غير 25؟ عندك حريه في زياده القماشه اللي معاك، يا قانون بيقول لك خد القوائم كلها واخده 28 ورايحه، انت ليه عايز تاخد 25؟ توفيرا للنفقات؟ نعم، توفيرا للنفقات ممكن؟ لا ما اعتقدش ان دول بيفكروا هذا التفكير خالص يعني. انا عارف. فانت النهارده بتتكلم في يعني انت عمال تناقض نفسك. السؤال اللي هو لازم نساله يا دكتور، هو انت النهارده رحت البطوله العربيه بالاسماء الجديده ليه؟ ومعروف اللي انت هتاخد في الاخر الناس اللي هي لعبت الفترة اللي فاتت ولعبت بطولات افريقيا سواء في دوري ابطال افريقيا او كونفدرالية او 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 انت خدت الاسماء الجديدة دي ودخلت شعب مصر كله، انا خدت مين ومشيت مين و انت كنت ايه الهدف من عندك؟ النهاردة كمان قال تصريح خطير جدا، قال لك انا ما حدش حاسبني على الامم الافريقية، طيب مش وحاسبوني على كاس عالم. طب انت النهاردة ما حدش عايز يحاسبك على البطوله العربيه، هو قال وما حدش هيحاسبك على كاس الامم كاس الافريقيه، ولو لا قدر الله اخفقت كاس عالم مين هيدفع المشاريب دي؟ يعني صاحب المخل يعني هو برضو مع التصاريح. لا انا برضو هو قال ايه؟ قال لما جم اتفقوا معايا ما اتفقوش معايا على كاس الامم الافريقيه، ما انا عاوز افهم اللي اتفقوا معايا. ايوه عايزين نعرف بقى الحقيقه، عايزين نعرف الحقيقه عشان شعب مصر بقى لازم يطلعوا يوضحوا يعني. الراجل قال كده النهارده زي ما قال برضو ان الدوري 27 و30 وما طلعتش وطلع طلعت الرابطه قال لك ما حدش تواصل معاه، وكابتن عامر حسين قال لك لا ده احنا فوجئنا اللي هو قال لا العبوا الدوري. عايزين نعرف يا جماعه العيال ما حدش تواصل معانا بعد ما طلبوا، ما حدش تواصل معانا مره ثانيه، وقال لك فوجئنا اللي هو طالب الدوري يتكمل بتاع، فمفيش مصداقيه. عايزين نعرف يا جماعه شعب مصر مش يعني جمهور الكوره مش لازم يعرف الدنيا ماشيه ازاي. حجم المنتخب المصري اسم كبير يا كابتن. يا دكتور انت رحت لعبت البطوله العربيه، هل انت كان في غرضك اللي انت عايز تهرب من البطوله العربيه رحت تاخد اسماء جديده عشان تقول انا بشوف واجرب والحاجات دي كلها؟ لا انت النهارده جيت على اي اساس؟ انت جيت عشان في فرقه عامله نتائج، ما هو جه خد الفرقه عامله نتائج، مش هقول لك، لكن الاداء كما احنا قلنا عشان تعديل الاداء، عشان الاداء تمام. يبقى انت وفرت 50% من المهمه اللي عندك. انا لو مكانه اخد الفرقه دي واطور ادائها من خلال البطوله العربيه. تمام، ابني عليها الخطط اللي انا عاوز العب بيها. أيوة. كاس الامم كاس العالم تمام، لانك لا يسمح الوقت
لا يسمح الوقت اللي انت تدخل عناصر جديده وتعمل احلال وده جديد ومنتخب جديد. وغير كده يا كابتن علاء دي كان اكبر فتره اعداد، انت دلوقتي مش شايف مباراه بتتعامل مع الكونغو تدريب. ربنا بعت لك بطوله عربيه اعداد ليه؟ اشتغل واخد بالك؟ طب انت النهارده رحت مدخل عناصر جديده ورحت مستبعدها، طب ما من الاولى المجموعه اللي هي كانت بتلعب اشتغل عليها وطور ادائها في ماتشات قويه زي دي، على الاقل ادائها كان هيترفع على الاقل في من 20 ل 25% على الاداء اللي كان موجود. ده المصيبه الكبرى النهارده برضو في تصريحه لما قال عن تريزيجي من خلال التدريبات هحدد المركز اللي هيلعب فيه ان هو بيلعب في منتخب مش في نادي، يعني لسه هجرب؟ ده دليل على كده اللي هو مش عارف مستواه ايه، يعني لسه هجرب؟ هي دي المشكله، هو في عدم، هو داخل في دور عند وساعات بيتفرمل زي ماتش الاخير اللي هو لعبه بتاع قطر لما انا قلت الموضوع ماتش النهارده مش بتاعه قالوا له العب كذا 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 وعمل كذا شارك نزل قفشه في عز شريف مركزه وعانف في التغيير ما نزلش غير في الاخر واول حاجات دي كلها تمام. فانت النهارده الاحترافيه لا وقت اللي انت تعمل فرقه جديده انت كان عندك فرقه لكن ادائها كان ضعيف انت بقى من خلال خبرتك الاداء لازم يتطور من خلال الدوره دي من خلال التدريبات اللي هي هتبقى قبل البطوله تشوف الاخطاء اللي انت وقعت فيها وتخش لانك انت هترجع مع القوام اللي انت هتلعب بيه هتخرج من البطوله يا دكتور على ماتشين كاس العالم ثلاثه تمام في شهر ثلاثه بعد بقى ما تعمل الحاجات دي كلها تقول بقى يا جماعه متشكر انا تاهلت سيبوني بقى اعمل فرقه جديده الناس هتضرب لك تعظيم سلام واخد بالك لكن انت من الاخر انت غير محترف رغم اسمه الكبير بس سبحان الله انا قلت اصل الموضوع مش موضوع ورقه يا دكتور وسيفيات وضربت في حته لا 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 الموضوع مش موضوع ورقه الموضوع ازاي انت جاي تتكيف على وضع او جاي في هدف معين هتشتغل عليه انت ما انتش عارف. طيب الحاجه برضو المحيره النهارده في صراحته لما قال احنا هنقابل المنتخبات فيها 20 و25 لاعب يلعبوا في الدوريات الاوروبيه تمام ورجع قال احنا عندنا في منتخب مصر افضل لاعبي العالم وكريستيانو ممكن يزعل لما هقول كده يعني في تناقض. طب انت دلوقتي بتقول مش هنافس وعندي افضل لعيبه في العالم وتدريب منتخبات افريقيه انا مانيش عارف هو بيودينا يمين ولا بيودينا هو ده هو يا جماعه ما انا قلت كده من اول يوم هو كل فتره ليه لقطه لقطه الاختيارات لقطه الحكام لا مش كل فتره ليه لقطه تمام. انت النهارده يعني انت بدايتك احنا دايما في من خلال شغلي مع المنتخبات ومتابعتي للمنتخبات دايما منتخب مصر بيبتدي البطوله الافريقيه تدريجي لغايه لما توصل للقمه الاداء تمام فني وبدني. انت النهارده عندك مشكله كبيره يا دكتور انت بدايتك اقوى قمة. والنهايه مع السودان تمام صح. انت النهارده لو طلعت اول المجموعه هتلاعب ثالث المجموعه الثالث من اي مجموعه لو طلعت تاني هتقابل اول المجموعه اللي فيها الجزائر وغانا تمام فانت بدايتك صعبه يبقى انت كنت لازم تعمل حسابك اللي انت البطوله العربيه دي عشان اول بطوله دي هتوصلك لان ده التوقيت الزمني شويه بسيط يعني اعمل معسكر مغلق تدريبي بعدها خلاص هو ما عندوش حته زي الدوري وزي الاعداد وزي هو مع حته التفكير دي بالنسبه له معدومه مش بروفيشنال في التفكير وهعمل ايه في التوقيت المناسب واطلع اقول ايه وانزل اقول ايه واجيب مين في التوقيت الفلاني انت النهارده خليت مصر كلها تتكلم على حسين فيصل في ماتش السودان اللي كان يعني مع احترامي يعني كانت اضعف فرقه في البطوله لعبت حسين فيصل وقلت يا جماعه بلاش التسرع في الحكم على اللاعبين عندنا عيب خطير بنحكم بسرعه جدا جدا تمام وخليت مصر كلها وازاي مشي من نادي الزمالك وبيانات تنزل وبيانات تروح 50 مليون و60 مليون في ايه النهارده انت ما دخلتوش في ال40 اسم يا راجل طب مين يحاسبك على هذا الكلام؟ بس فاعتقد ان يعني ما نقدرش نقول يا دكتور غير ان احنا بنساند ولازم نساند وبندعي تمام لان طبعا الموقف مش مطمن وفي ناس على فكره في ناس بتقارن تصريحه النهارده اللي هو انا مش هنافس وانا كابتن جوهري سعيد لما قال لك انا مش رايح بس كابتن جوهري عشان اوضح للناس انت كنت موجود كابتن جوهري ما قالش كده كابتن جوهري ده كان دايما ليه مصطلحات كده وتشبيهات كده
قال لك انا داخل بفرقه مصر على الجوازات، على الكاونت بتاع الجوازات بتاع بوركينا فاسو. فالظابط الجوازات بيقول لي انتوا مين؟ فقلت له احنا مصر اللي ما دخلناش كاس عالم من سنه كذا، وامم افريقيا ما خدناهاش من سنه كذا ومش عارف. فبتاع الجوازات بص له قال له لا خليك انت واقف على جنب كده عشان في فرقه ثانيه، انت في المركز ال 13. في كده تمام؟ الاعلاميين خدوه تك 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 تك، احنا في المركز 13. والاستاذ حسن المستكان كنت فاكر كويس قوي، قال يا جماعه كابتن جوهري ما قالش كده. مفيش حد عايز يسمع. وموجة عالية جدا. كابتن جوهري قال لك خليها ماشية. والله العظيم ما تكذب بقول لك كده، قال لي خليها ماشية. قال لي يا علاء أنا عارف جهازي كويس وعارف لعيبتي كويس، أنا رايح أجيب البطولة وراجع. والله وربنا يشهد على كلامي. قال لك أنا رايح أجيب البطولة وراجع. خليهم يقولوا 13. أنا حبيت أفهم إنها مش عايزين، خلاص هم مصممين على المركز 13. عايزك تحكي لي بعد الفاصل، وأنت واحد من اللي كان بيعتمد عليهم كابتن جوهري في جهازه الفني، معسكرك معسكر كابتن جوهري ايه اللي كان بيتم فيه؟ قارني ما بين المعسكرات حاليا والمعسكر ايام الجنرال كابتن محمود الجوهري. لكن بعد الفاصل. بعد الفاصل. سباعي مصمم المسانده حتى النهايه، كلنا مساندين طبعا حتى النهايه، وكلنا طبعا وراء الجهاز الفني بقيادة كارلوس كروش والجهاز الفني بالكامل سواء الاجنبي او كابتن ضياء السيد، كابتن محمد شوقي، كابتن عصام الحضري، الجميع كلنا دلوقتي في خندق واحد، واسم كلنا بندافع عنه هو اسم مصر. لكن انا لما بقول مصر منتخب ليس بالقليل، منتخب مصر منتخب كبير. اذا كان عندك لاعبين في المنتخبات الافريقيه في الدورات الاوروبيه، انت عندك يعني برضو جيل من افضل اللاعبين. ودايما كنا بنحصل على بطولاتنا الافريقيه بلاعبين محليين كانوا هم الافضل من اللاعبين الافارقه اللي كانوا موجودين ومكسرين الدنيا زي دروجبا وزي صامويل إيتو وغيرهم من النجوم الكبار في ذلك الوقت. ارجع لسؤالي كابتن علاء، المقارنه ما بين معسكرات كابتن جوهري وما بين الحقيقه اللي احنا كنا بناخد وقتنا في الاعداد. ما بنعتمدش على مباريات الدوري. بوركينا فاسو طلعنا معسكر في تايلاند، لعبنا هناك دوره من اقوى الدورات الموجوده. قدرنا ان احنا نحط ايدينا على التشكيل، قدرنا نحط ايدينا على التكتيك اللي هنلعب بيه. كان عندنا تكتيكين بنشتغل بيهم حسب المباريات اللي بنعملها، نحط ايدينا على الاسماء اللي هناخدها. ورجعنا ورحنا بوركينا فاسو، جبنا البطوله وجينا. كان في هناك وقت ان اللاعب المصري اصل مش كل حاجه تبقى حديثه تمشي معانا. احنا ما بنقلدش. اللاعب المصري لابد من ان هو، كابتن حسن شحاته عمل كده برضه، خد الفرقه ومعسكرات ودخل على البطولات وخدها احنا ثبت بدليل قاطع ان احنا عايزين تجمع فتره طويله. ده بيعمل تجانس والفه ما بين اللاعبين وخلاص روح واحده. الظروف صعبه بالنسبه للدوري، توقيت الدوري، الناس عايزه دوري يتلعب برضو، الناس عايزه مسابقات تكمل، الدروب اللي حصل في موضوع الكورونا والتاجيل والحاجات دي، ففي ظروف لا تساعد على هذا الكلام. لا تساعد على هذا الكلام، لكن هناك تعويض لهذا الموضوع. انت خلاص اللعيبه المحترفين بتوعك موجودين بره ومطمن عليهم وشايفهم والعالم كله شايفهم. ايه المانع ان انا اشتغل على اللعيبه اللي موجوده في الدوري؟ اللي هم يعتبروا 70% من عماد. زي ما حضرتك قلت باخد القوام الرئيسي، وكنت اجرب بكام لاعب من الجداد زي رفعت وزي عبد المنعم وخلافه يبقوا موجودين وابني عليهم. وابني عليهم تمام؟ حط في الجدول بتاعي مع الاتحاد، اقعد مع الاتحاد يا جماعه لو سمحت انا عايز مثلا كل اسبوعين فاضولي 48 ساعه اعمل ماتش. ان شاء الله تجيب اي فرقه دوري تلعب معاها. والاتحاد مع رابطه الانديه هتعمل التوقفات في الدوري وفي تفاهم كبير جدا. خلي اللعيبه حاسه ان في متابعه وحاسه ان في اهتمام. في حاجه مهمه جدا مفتقدينها بقالنا فتره طويله. هي علاقه الاجهزه الفنيه بالمنتخبات بالانديه. انا ما شفتش جهاز لما بعده كده وراح زار نادي. طب انا معلش سامحني سامحني على المقاطعه وانا هسيبك تكمل. هو مش من المفترض ايضا المدير الفني يعمل اجتماع مع المديرين الفنيين للانديه يشرح لهم طريقه اللعب اللي هو بينفذها في المنتخب عشان نبني عليها في الانديه، عشان اللاعب لما يروح يبقى جاهز. بص ويبقى قادر. دكتور زيارتك لاي نادي هتطلع بنتيجه ايجابيه جدا.
هتيجي تقول مثلا دكتور إيهاب انت بتلعبوش ليه بقى؟ يقول والله اصلا عندي كذا 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 كذا. يبقى انت دخلت في حوار مع المدير الفني، فتقعد تقول له مثلا اهتميني باللعيب ده بالكره دي، مثلا عليه الكور كذا، النت بتاعته ضعيفه، تدخل يبقى في اتصال كونتاكت بينك وبين ده اللي بيحصل. ده اللي كان بيحصل معانا. احنا كنا بنروح زيارات للاجهزه الفنيه، وبنروح زيارات اصل الملعب ده ما ياخدش منك 20%. يا كابتن علاء، ده انا سمعت في زياراتي ان المنتخبات الناشئين المدير الفني ما بروحش، ده بقول للمناطق خلي النادي رشح لي اتنين وابعتهم لي هنا القاهره ونتفرج عليهم، بدل ما اروح واتعب واقعد في المحافظه دي يومين ثلاثه وادور واطلع وانتقي واجيب واعمل. مع ان عندك منجم ذهب. عندي بص بقى، انا في الحته دي بقالي فتره. عندك منجم ذهب في مصر جدا اسمه الناشئين، والله واسم، والدنيا اتغيرت 180 درجة. النهارده كل بيت نفسه ابنه يلعب كورة. مظبوط. عكس زمان دراسة والتعليم. تمام؟ عندك منجم تخطيط للناشئين، مسابقات ازاي تطور المسابقات، ازاي تحط قواعد للحفاظ على الأعمار السنية، ازاي تقدر تستفيد بكل الكوادر اللي موجودة وتشوف سياسه التدريب ايه وتطور. يا كابتن، هو الناشئ انا بروح العب بدون هدف، النادي مثلا خد البطوله على المنطقه، طب اعمل له جائزه مكافاه ماليه، خد في على مستوى القطاعات اديله مبلغ يقدر يشغل بيه ويقدر انا احرك الدنيا. وعشان كده الانديه كلها بتتجه الى انديه القاهره، عشان ايه؟ كل الاقاليم عشان ايه؟ بيصرفوا وبيهتموا. انت عندك يا دكتور الناشئين دول حاجه ممكن تعمل ثروات من المواهب اللي موجوده عندك، لكن للاسف انت كنادي انت حطيت المدرب الفلاني مع الفرقه الفلانيه. لو ما خدتش البطوله ولا كسبت هتمشي. مظبوط. ما بيحاسبوش بقى على انك انت النهارده عندك كام. طلعت لي لا مش طلعت لي، صعدت لي ايه وعملت ده على مستوى الناشئين. لكن كده كان على البراعم اللي هم الصغيرين. انت عندك كام لعيب موهوب؟ يقول له عندي 3. يقول له طيب انت عندك، يقول له عندي مثلا 4 5. يقول له الاربعه خمسه دول على الاقل 2 مع 3 باخر السنه حاسبك عليهم. مظبوط. بغض النظر عن النتائج. صح. فالسياسات غلط. ده انا اشتغل بهم استثماري واشتغل بهم بطوله. يعني مش استثمار اللي ناخد، لا انا قصدي ان على المدى البعيد اللي انا هبيعهم هستفيد. فوق ال 100 مليون دلوقتي. وعندك نعمه ربنا مديها لك، عندك اولياء الامور النهارده بيتهافتوا عشان ولادهم يلعبوا كوره. وعندك فخامه مش عايز تستغل ده ليه؟ فخامه الرئيس لما قال لك مشروع ال 1000 موهبه دوروا هاتوا، عاوز اكتر من كده دعم ايه؟ النهارده عاوزين دعم اكتر من كده ايه؟ النهارده ربنا بعت لك نعمه اسمها محمد صلاح. تمام. هو السبب الرئيسي في اللي بيحصل دلوقتي. مظبوط. هو كل اولياء الامور او كل البيوت عايزه اولاده يبقى محمد صلاح. النهارده عشان مثلا ولي امر حاسس ان ابنه لسه، فبيعمل ايه؟ فبيلجا للاكاديميه. فتحت بيوت ناس كتير. النهارده في اكاديميات في مصر غير طبيعيه. تمام. في سبيل ان انت بتعلم ابنك بتدفع له فلوس عشان بقى لما يكبر يبقى كويس. والحاجات دي كلها، كل الحاجات دي غير مستغله، متاخده بس حته يعني سوري في اللفظ سبوبه خلاص. ما انتوا خدتوا محمد صلاح ازاي؟ مقاولين القاهره مع مقاولين طنطا عثمانسون. اللاعب اللي بيبقى هناك لازم انا فاكر كابتن مجدي طلبه، وانت عارف علاقتي بمقاولين طنطا، كابتن علاء عكايش وكابتن مصطفى قرني. وخلي بالك برضه بمناسبه عثمانسون في 2 لعيبه هجيبهم من عثمانسون. انت بس بقى كلم كابتن علاء عكايش. يعني انا فاكر كريم الديب مره لاعب الاتحاد، كابتن مجدي طلبه قال لي انا عارف علاقتك بالناس، انا عاوز اخده للاهلي. فقالوا لي لا ده في نظام لازم نعرضه الاول على مقاولين القاهره، فلما اتعرض قال لك لا ده معانا نمشيش حته ثانيه. شفت الدنيا مثلا زي ما ده اللي احنا عايزينه. هي العين والاداره والاهداف بتاعت الاداره لابد من تحقيقها في مع المسؤولين عن القطاعات الناشئين، ورئيس القطاع يوصل المعلومه للمدربين ومتابعه و و و و عشان الكلام ده مش من فراغ. طيب تقدر تحط لي تشكيل امثل لمنتخبنا في كاس الامم الافريقيه من خلال القائمة اللي اعلنها مستر كروش؟ يعني انا في تقديري طبعا محمد الشناوي. تمام. في جنب اليمين اكرم توفيق. سردباكين محمود الونشي وحجازي. في الجنب الشمال ماتشات هحتاج فتوح. وماتشات هحتاج ايمن اشرف. تمام. حسب امتى تحتاج؟
هحتاج ايمن اشرف في الفرق اللي هي عندها اطراف كويسه وبتلعب كره ارضيه لان ايمن اشرف بيلعب سرد باك تاني. تمام يبقى عندك ثلاث سرد باكات في التوقيت. ايوه في هيفيدك في الكره العكسيه هيفيدك كويس قوي. في الحته اللي هي عايز حته هجوميه شويه او يبقى فتوح. فتوح فتوح تمام تمام. نص الملعب عمرو السوليه وحمدي فتحي والنني طيب عاوز اسال ما كناش محتاجين في مركز 10 طالما انت خدت عبد الله السعيد يكون قفشة كمان موجود؟ ده برضو علامه استفهام. معلش انا والله يا جماعه انا يعني بحترم عبد الله السعيد جدا لكن انا من ايام كاس عالم وامم افريقيا اتلعبت في مصر شوف بقالهم كام سنه والمباريات بتاعت التصفيات عبد الله السعيد مش موجود. عبد الله لعيب من اللي كان بيمتعنا انا نفسي بتاعه كده قسمت عبد الله السعيد اقول لهم ده ممتع بس قفشه امتداد وانا بنزل بالسن. ايوه برافو عليك. من متوسط الاعمار ينزل وبعدين حاسب اللعيب في المكان بتاعه. انت النهارده الفتره اللي فاتت انت ما بتلعبش قفشه في مكانه لكن انا بتكلم على حته السن والراجل بيلعب افريقيا ومع ناديه وواخد بطولات ونادي كبير والحاجات دي كلها. تمام هيلعب في الجنب اليمين صلاح واعتقد ان هيلعب مصطفى محمد راس حربه. مين؟ مصطفى محمد. تمام راس حربه سوري. تمام وفي الجنب الشمال بقى ما بين تريزيجيه وما بين رمضان صبحي. تفضل مين؟ انا ما شفتش تريزيجيه بصراحه حتى لما رجع انا ما تابعتوش فماش قادر احكم. الراجل يعني الراجل مصاب اللي هو ياخده وممكن يلعبه في نص الملعب وغير وحاجات كتيره جدا. انا وبعدين قال لك ايه انا هشوفه لسه في التدريبات طب يعني ما وضعت لكن هو لو في حالته الطبيعيه بعد خلي بالك الاصابه دي بتهدي اي حد وبعدين اصابته كانت مش قليله لو هو في الفورمه بتاعته ابتدي بتريزيجيه لو ما كانش يبقى وراه رمضان صبحي ومرموش برافو عليك لكن برضو خلي بالك برضو مرموش الخبره الدوليه لسه احنا شفناها برضو في ماتش ليبيا واخد بالك وظروفه كانت كويسه والظروف خدمته او لعيب كويس تمام بس برضو حته المجسم ممكن يعني ممكن الخبره انزلها في ماتش زي نيجيريا المباراه الاقل يعني مش أيوة ايوه الخبره احتاجها بقى في الماتشات اللي هي تقدر واحد لعب افريقيا يعني رمضان لعب مع النادي الاهلي رمضان خبرته كبيره لعب مع الكونفدراليه مع بيراميدز لعب مع منتخب مصر فخبره تريزيجيه نفس الكلام تمام مرموش لعيب اعتقد في الفتره الاخيره دي والاسماء الجديده اللي جابها اعتقد ان مرموش نمره واحد من المهمين من الناس طيب. اللي عاوز برضو اسال سؤال النتائج اللي هتحصل لنا في كاس الامم الافريقيه تؤثر سلبا او ايجابا على اللقاء الفاصل في كاس العالم؟ طبعا الساوند بتاعها هيبقى وحش للعيبه يعني انت النهارده عايز اللعيبه دي واخده ثقه واخده دعم كبير جدا من خلال بطوله امم افريقيا عامل نتيجه كويسه هياخدوا ثقه كويسه هيخشوا على الماتشين ما حدش عارف لسه هيلعبوا مين لكن انت النهارده ممكن يعني معلش من خلال خبرتي يعني ما حدش يرحمك وياما مرينا بهذه التجارب بنقول يا ريت ونروح ونيجي انت عملت وسويت وبتاع يعني بس نخش كاس عالم يا ريت بس نخش كاس عالم بس مش عايزين اكتر من كده تخش كاس عالم اذا ما دخلتش في المربع الذهبي خلص الموضوع كفر وصل بينا كاس عالم ونهائي امم افريقيا وفي الاخر اداء غير سلام الراجل حقق اللي هو عايزه مش عارف ايه وبتاع محدش هيرحم محدش هيرحم فانت النهارده ال 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 عشان كده بقول لك ايه هو ما عندوش خبرة التعامل مع الجو المصري السوشيال ميديا ما عادش بترحم هي اللي بتوجه طيب. عايزة 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 شخصية معينة تتعامل معها طيب سؤالي الأخير على اعتاب انتخابات جديدة لمجلس يقود الاتحاد المصري خلال الفترة القادمة يوم الأربعاء القادم أي قائمة هتفوز من القائمتين لو أنت وجهت نصيحة لمن سيقود الفترة القادمة تقول له ابدأ بإيه قول له الله يكون في عونك نمرة واحد تمام لابد من تطوير الكرة المصرية يا دكتور لازم احنا النهاردة كلنا بنشيد بالمنتخب الجزائري المنتخب الجزائري قعد خمس ست سنين قفل على نفسه
لا أمم أفريقيا ولا كأس عالم ولا لغاية لما فاجئ العالم كله بمنتخب. نعمل كده إزاي؟ نعمل كده إزاي؟ لازم نعمل نهتم بجيل، لأن الجيل ده بقاله فترة طويلة معانا بأمانة الله ما شفناش إنجازات. وصلنا لكأس العالم. ده الإنجاز؟ أمال جيت مشيت ليه للمدرب؟ ما انا بقول لك في حد ذاته، في حد ذاته بالنسبه لي انجاز في وصولنا كاس الامم بعد على جمهور مصر فتره. جمهور مصر ما يهموش ان انت تخش، لا عايز عايز أداء عايز وعايز وعايز. ما انا ده برضه هسألك، هل الجمهور عنده القدره على الصبر لغايه ما نعمل حاجه؟ لا 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 الجمهور على صبر، دي بقى احترافيه الاتحاد الجديد. لما وصل للجمهور انا جاي اعمل حاجه، اصبر عليا. اصبر عليا بقى، انا بعمل حاجه. شوف الجيل اللي بعده مين. شوف الجيل اللي بعده مين وابتدي اشتغل عليه، تشتغل عليه، دخله في دورات، اعمل له اعداد، اعمل له ان دول هيلعبوا لك 7-8 سنين. تكون في خلال 7-8 سنين دول برضو بتطلع جيل بعده. مظبوط. لكن احنا بامانه احنا عمالين ننفخ وبنزق تمام. وفي الاخر يعني النتيجه واحده. بنتمنى التوفيق للمنتخب المصري يا رب، ونتمنى اللي يحصل طفره غير طبيعيه ترضي طموحات الشعب المصري ان شاء الله. واحنا كلنا زي ما بنقول ورا الجهاز الفني، واحنا كلنا وراكم ان شاء الله، والتوفيق ان شاء الله للاتحاد. من سيتولى ان شاء الله انت دكتور، ويا رب ان شاء الله. اشكرك النجم الكبير كابتن علي نبيل، دايما مشرفنا ومنورنا. غدا ان شاء الله حلقه جديده من الماتش. حتى هذا الموعد دمتم في امان الله، الى اللقاء.